اهلا بكم اعزائي الطلبه والطالبات في درس جديد على قناه برايفت ماس ليسونز. Today ان شاء الله هناخد ليسون 1 في يونت 1 اللي بعنوان ان انتروداكشن ان كومبلكس نمبرز. الدرس بتاعنا النهارده من الدروس المهمه جدا واللي لازم نفهمه كويس لانه مستمر معانا في الثلاث سنين الجايين في المرحله الثانويه. يلا مع بعضنا نبدا الدرس ونشوف انتروداكشن مهمه جدا، بعديها ان شاء الله هيبقى فاهم الدرس سهل قوي. هنبدا مع بعضنا الانتروداكشن من الجزء اللي احنا خدناه في الليسون اللي فات واللي كنا قلنا فيه ان الفانكشن اللي هي اكس سكويرد بلس 1 او اكس سكويرد بلس اي نمبر ما كنتش بعرف اجيب لها الروتس، لاني لما كنت بحلها الجبرايكلي كان بيطلع لي روت نيجاتيف نمبر، وروت النيجاتيف نمبر از اندفايند ان ار، وكنا بنقول ان الفانكشن هاز نو سوليوشنز ان اي ان ار. ولما كنا بنحاول نجيب الروتس جرافيكالي كنا بنلاحظ ان الكيرف لما بنيجي نرسمه كان بيترسم اباف الاكس اكسس، واصلا الروتس كانت بتبقى الاكس كوردينيتس بتاعت الانترسكشن بوينت مع الاكس اكسس. انا برسم الكيرف اصلا ما بيحصلوش انترسكشن مع الاكس اكسس، عشان كده ما كناش برضو بنعرف نجيب الروتس ايه جرافيكالي. طيب احنا عندنا الفاندامنتال ثيوريم اوف الالجبرا، دي من الثيوريز اللي هي مبني عليها اصلا علم الالجبرا كله. دي بتقول لي ايه؟ بتقول لي ان اي بولينوميال اني بولينوميال اوف ديجري ان هاز ان روتس. اي بولينوميال من الديجري ان لازم يكون ليها ان روتس، وده معناه ان الايكويشن اللي هي اكس سكويرد بلس 1 لازم يكون ليها ايه؟ تو روتس. يبقى السؤال دلوقتي فين هم التو روتس دول؟ هم موجودين ولا لا؟ لا احنا متاكدين ان هم موجودين. طيب هم موجودين فين؟ الاجابه بتاعت السؤال ده ان الار نمبرنج سيستم او الست اللي اسمها ار اللي فيها مجموعه كبيره جدا من النمبرز ما تقدرش توصف التو روتس دول، وعلشان كده لازم يكون في انذر نمبرنج سيستم طبيعي هيبقى اكبر من الار. النيو نمبرنج سيستم ده هو السيستم اللي بيحتوي على الكومبلكس ايه؟ الكومبلكس نمبرز. وعلشان نفهم مع بعضنا الكومبلكس نمبرز تعالوا مع بعضنا نعمل مراجعة سريعة على النمبرز من ساعة ما بدأنا ندرسها. في بداية دراستنا للنمبرز درسنا البوزيتيف نمبرز اللي هي 1 2 3 4 and so on، ودي كان الإدراك بتاعها سهل لأنها كانت حاجات ممكن أعدها أو حاجات شايفها قدامي، يعني البرسبشن أو الإدراك بتاع البوزيتيف نمبرز ما كانش عندنا فيه أي مشاكل خالص. ولما جينا نمثل البوزيتيف نمبرز جرافيكالي قلنا هنعمل هوريزونتال لاين، واخترنا الجزء اللي هو على الرايت ده علشان يعبر عن البوزيتيف نمبرز. المرحله الثانيه بعد كده اللي درسنا فيها النمبرز درسنا النيجاتيف نمبرز من اول برايمري 6، وكان عندنا مشكله شويه في ادراك النيجاتيف نمبرز، يعني لما كنا بنقول نيجاتيف 2 نيجاتيف 3 نيجاتيف 4 كان في ناس كتير بيسالوا يعني ايه نيجاتيف 3 يعني ايه نيجاتيف 4، ما بيقدروش يستوعبوا مفهوم النيجاتيف. كنا بنحاول نقرب الصوره وبنقول مثلا ان البوزيتيف something you have حاجه انت تملكها، والايه والنيجاتيف something you need حاجه انت محتاجها ومش موجوده معاك. يعني ببساطه كنا بنقول ان البوزيتيف والنيجاتيف دول عكس بعضيهم، يعني الحاجة وعكسها. يعني مثلا لو البوزيتيف حاجة ماشية يمين يبقى النيجاتيف حاجة ماشية شمال، ولو هنعبر عن البوزيتيف بحاجة طالعة لفوق زي مثلا واحد بيطلع سلم لفوق كنا هنقول ان النيجاتيف في هذه الحالة ان الراجل ينزل لتحت. احنا بالنسبة لنا في الماثيماتكس وطالما ان احنا بقينا في سكندري 1 نقدر نعبر عن البوزيتيف والنيجاتيف بصورة تانية، بنقول ان البوزيتيف والنيجاتيف دول تو كومبوننت الانجلز ما بينهم وبين بعض 180 degrees. يعني لما يكون البوزيتيف في هذا الدايركشن والنيجاتيف في هذا الدايركشن ممكن نقول ان الانجل ما بينهم اللي هي الانجل دي 180 degrees. يبقى من اول اللقطه دي انا عايزكم دلوقتي بما انكم خلاص بقيتوا في المرحله الثانويه وفي سكندري 1 تبتدوا تعيدوا مفهوم البوزيتيف والنيجاتيف في دماغكم عن طريق ان هم تو اوبوزيت كومبوننتس الانجل ما بينهم وبين بعض 180 degrees، او بمعنى اخر ان الار نمبرنج سيستم اقدر اوصف بيه
كل الاكشنز او السيستمز او الظواهر مثلا الفيزيائيه اللي بيكون فيها تو كومبوننتس، واحده في الدايركشن ده والثانيه في الاوبوزيت دايركشن. يعني ممكن نقول ان البوزيتيف دي عباره عن حاجه والنيجاتيف الحاجه اللي ايه، الحاجه اللي عكسها. يعني نقدر نلخص الكلام بتاعنا بالنسبه للبوزيتيف والنيجاتيف ونقول ان الريل نمبرنج سيستم اقدر اوصف بيه كل الاكشنز او مثلا الايفنتس او الظواهر مثلا الفيزيائيه اللي بتحصل حواليا، اللي بتتكون من تو كومبوننتس، واحده في دايركشن والتانيه عكسها بالظبط، ولازم يكون جرافيكالي الفرق ما بينهم 188 degrees. يعني مثلا واحد بيشد كده مثلا بفورس في اتجاه الرايت والتاني بيشد بفورس ايه عكسها. لو هنا مثلا 10 نيوتن وهنا 3 نيوتن، بنقول ان ده بوزيتيف 10 وده نيجاتيف 3. يبقى بقدر اتعامل مع المسائل جرافيكالي عن طريق الايه، السيستم ده. طيب هل كل الظواهر الفيزيائيه والمسائل اللي بتقابلني في حياتي اللي بتعامل معاها بتكون الحاجه وعكسها، او كومبوننت وكومبوننت تانيه والفرق ما بينهم 180 degrees، ولا ممكن تكون كومبوننت وكومبوننت جنبيها شويه؟ يعني مش لازم يكون الحاجه وعكسها، ممكن يكون عندي في كوانتيتي متكونه من تو كومبوننتس، كومبوننت زي دي كده وكومبوننت جنبيها شويه. ازاي هنقدر نتعامل مع هذه المسائل؟ لو هتعامل في المسائل دي في الار نمبرنج سيستم هيقابلني صعوبات كبيره جدا، وممكن المساله تتحل معايا بلا مبالغه في 4 و5 صفحة، ده لو قدرنا نوصل للحل بتاعها. وهنلاقي ان في مسائل مش هقدر اوصفها زي ما شفنا، وعجزنا ان احنا نطلع الروتس بتاعت الايه، السكند اوردر ايكويشن. وبالتالي عملنا نيو نمبرنج سيستم يقدر يتعامل مع الكومبوننت دي والكومبوننت دي واي كومبوننت ما بينهم، اللي هو الكومبلكس ايه نمبرنج سيستم. طيب هل هنعتمد على الهوريزونتال نمبر لاين اللي بيعبر عن التو كومبوننتس دول، ولا هنضيف انذر دايمنشن؟ طبعا لازم نضيف انذر دايمنشن اللي هو الفيرتيكال ايه، الفيرتيكال دايمنشن. يبقى علشان نقدر نتكلم عن الكومبلكس نمبر لازم نعرف اللاترال كومبوننت. اللاترال كومبوننت او الكومبوننت الجانبيه دي عباره عن كومبوننت الفرق ما بينها وما بين البوزيتيف كومبوننت 90 degrees، والفرق ما بينها وما بين النيجاتيف كومبوننت 90 degrees. تعرفنا للكومبوننت دي هيخلينا نضيف دايمنشن جديد بالاضافه للهوريزونتال دايمنشن اللي هو الفيرتيكال دايمنشن، وبالتالي هيكون عندي نيو نمبرنج سيستم اقدر اتعامل بيه مع جميع الظواهر والمسائل اللي ممكن تقابلني في حياتي. وهنقدر فيه نجاوب على السؤال بتاع الايكويشن اللي هي اكس سكويرد بلس 1، وهنلاقي ان الروتس فعلا موجوده في الايه، في النيو نمبرنج سيستم ده. يبقى نقدر دلوقتي نقول ان الكومبلكس نمبرنج سيستم الاصل فيه ظهور لاترال كومبوننت بالاضافه الى الريل كومبوننت اللي موجوده في الاتجاه البوزيتيف والريل كومبوننت اللي موجوده في الاتجاه النيجاتيف. اللاترال كومبوننت ايه وضعها بالنسبه للريل كومبوننتس؟ وضعها ان هي بيربنديكولار على مين؟ على البوزيتيف كومبوننت والنيجاتيف ايه، والنيجاتيف كومبوننت. والكومبوننت الاصليه اللي عندي اللي في السيستم ده كله اللي هي البوزيتيف كومبوننت، النيجاتيف كومبوننت اضفنا نيجاتيف ساين علشان نعبر عن ان في ديفرنس ما بين التو كومبوننتس دول 180 degrees، وقلنا اللاترال كومبوننت هتفرق عن البوزيتيف كومبوننت بايه، ب 90 degrees. طيب الكومبلكس نمبر هنرمز له بالرمز ايه؟ هنرمز له بالرمز زد. يبقى الزد عندي هيكون متكون من ايه؟ هيتكون من تو كومبوننتس، كومبوننت موجوده في الدايركشن ده او الدايركشن ده، وكومبوننت موجوده في الدايركشن ده او الدايركشن ده. لو جينا التو كومبوننتس دول مثلا عملت ما بينهم سم وقلت ان دي فور اكزامبل 3 ودي 5، ايه اللي يمنع من ان انا اقول 3 بلس 5 ايكوالز 8؟ يبقى انا لازم اميز اللاترال كومبوننت عن الكومبوننت دي والكومبوننت دي. هنميزها ازاي؟
هنضيف سيمبل اسمه ايه؟ اسمه اي. وفي الحالة دي الثري ديت بتعبر عن الريل بارت، والفايف ديت بتعبر عن اللاترال بارت. ويبقى عندي الاي ده السيمبل اللي هيميز اللاترال بارت. يبقى انا عندي هنا هنكتب هنا اي، واقدر اقول ان الجزء ده 1i. طبعا مش هكتب ال1 لان انا عندي في الالجبرا ما بكتبش ال1 اللي جنب السيمبل. يبقى الجزء ده هنسميه مثلا i، والجزء ده كله كده هيبقى 2i. ولو انا عندي الكومبوننت كبرت شويه يبقى 3i اند ايه اند سو اون. مش كده وبس، ده انا ممكن اتكلم برضو في النيجاتيف بارت، يعني الاوبوزيت دايركشن لللاترال كومبوننت i. ممكن اقول ان ده كده نيجاتيف i، والبوينت دي كده نيجاتيف 2i، وهنا نيجاتيف 3i اند ايه اند سو اون. يبقى علشان نلخص الكلام ده بنقول ان الكومبلكس نمبرنج سيستم متكون من ريل كومبوننت وكومبوننت في عكس الدايركشن من الريل كومبوننت اللي هي النيجاتيف كومبوننت، وبفرقها عن البوزيتيف باضافه النيجاتيف، وعندي لاترال كومبوننت نرمز لها بالرمز i، وعندي كومبوننت في الاتجاه العكسي من اللاترال كومبوننت بنضيف لها نيجاتيف للايه؟ للاي. واهم حاجه لازم نعرفها ان الديفرنس ما بين الكومبوننت دي والكومبوننت دي 90 ديجريز، والديفرنس هنا ما بين هنا وهنا برضو 90 ديجريز، والديفرنس ما بين النيجاتيف كومبوننت اللي في الريل والنيجاتيف لاترال كومبوننت برضو 90 ديجريز، وما بين هنا وهنا برضو ايه 90 ديجريز. الشكل التوضيحي ده مهم جدا تفهموه، ونبقى احنا دلوقتي جاهزين ان احنا نبدا الدرس بتاعنا بتاع الكومبلكس نمبرز اللي هنتعرف فيه على الاوبريشنز بتاعت الكومبلكس. ازاي نعمل اديشن، ازاي نعمل سبتراكشن، ازاي نعمل ملتيبليكيشن وديفيجن، زي ما كنا بنعمل مع الايه مع الريل نمبرز. يا ريت يا جماعه الانترودكشن دي اللي ما فهمهاش يحاول يسمعها تاني، لان فهمك للانترودكشن دي هيوفر عليك تعب كتير جدا جدا في الثلاث سنين الجايه. يلا مع بعضنا نشوف السلايدز بتاعت الليسون. الدرس بتاعنا بادئ بانترودكشن، بيقول لي ان احنا لازم نكبر السيت اوف ريل نمبرز ار علشان نقدر نحل الايكويشن اللي هي اكس سكويرد ايكوالز نيجاتيف 1. وعلشان كده هنعمل سيت جديده اسمها الكومبلكس نمبرز. لحد كده الكلام جميل، وراح خبطني خبطه وبيقول لي بس معلش في الاول لازم نتعرف على حاجه اسمها الايماجينري نمبر اي. كلمة imaginary يعني تخيلي، وراح قايل لي ان الimaginary number i ده عبارة عن number اللي square بتاعه equals negative 1، يعني i squared equals negative 1. وراح سايبني كده وقال لي يلا انت وشطارتك حاول تفهمها مع نفسك. مش كده وبس، ده كلمة imaginary يعني تخيلي، يعني لما حاجه اترجم مع نفسي ودي اسم للاي هسميها العدد التخيلي، وهروح مسستم نفسي ودراستي في الماثيماتكس ان الاي ده عدد تخيلي. كلمة تخيلي يعني مش موجود، ولو اعتبرت ان هو مش موجود هبتدي مرحلة كده من التوهان، وحلاقي ان الموضوع دخل في بعضه ومش قادر افهم الكومبلكس نمبرز. يبقى احنا في الاول لازم نزيل الغموض اللي موجود في المسميات بتاعت الايه الليسون ده، واولهم في التسمية بتاعت الاي. لازم نعرف كلنا ان كل الماثيماتيكال سوسايتي والناس اللي فاهمة ماثيماتكس صح معترضين تماما على التسمية دي. التسمية بتاعت الإيماجينري نمبر دي تسمية خاطئة، وكان لازم تتسمى اللاترال نمبر، لكن للأسف إن المسمى بتاعها ما تغيرش، لأن في أصل الموضوع كانت المسألة بتاعت روت النيجاتيف نمبر أو روت النيجاتيف 1 ما كانوش عارفين إن هي ممكن تتحل، فكانوا متوقعين إن الحل بتاعها حاجة تخيلية. لكن مع الوقت ولحد ما عرفوا ان الموضوع في الاصل عبارة عن روتيشن باي 90 ديجريز، ابتدوا يسموها او يفهموها على انها لاترال كومبوننت، لكن فضلت التسمية دي موجودة لحد ايه لحد دلوقتي. يبقى احنا هنلتزم بالتسمية بتاعت ان الاي عبارة عن الايماجينري نمبر، لكن لما نيجي نفهمها نفهمها ان هي لاترال ايه لاترال كومبوننت. طيب لما نحب نفهم اي سكويرد equals negative 1 جت ازاي، ممكن نقول ان انا عندي ال1 موجود على الريل اكسس ده، علشان اتحرك من ال1 لحد الاي عملنا روتيشن باي 90 degrees،
والروتيشن في الكومبلكس بلين باي 90 ديجريز عباره عن مالتيبليكيشن باي ايه؟ باي اي. طيب انا وصلت هنا دلوقتي هعمل انذر روتيشن باي 90 ديجريز، يبقى انا عملت مالتيبليكيشن باي اذر اي، يبقى اي تايمز اي توصلني هنا اللي هي اي سكويرد، وانا عندي الاكسس ده اليونت بتاعته عباره عن ايه؟ عباره عن نيجاتيف ال1، يبقى الاي سكويرد ايكوالز ايه؟ نيجاتيف 1. يبقى اللي عايز يفهم درس الكومبلكس نمبرز كويس لازم يعرف ان الاصل في الموضوع عباره عن روتيشن باي 90 ديجريز، وكل عمليه روتيشن تعتبر عمليه مالتيبليكيشن باي ايه؟ باي اي. الكلام ده مهم جدا تعرفوه، لان فهمكم للماثيماتكس دلوقتي وفي المرحله اللي احنا فيها دي هيخليكم تحلوا اي مساله تجيلنا. الفتره دي من الامتحانات المسائل بتيجي معتمده بنسبه كبيره جدا على الفهم، وبالتالي لازم تكون فاهم الموضوع فهم عميق وما يكونش فهم سطحي، بحيث ان هو لو جاب لك مساله صعبه انت عن طريق فهمك الجيد ممكن تحل المساله. يبقى احنا لما نيجي نحل المساله اللي هي اكس سكويرد ايكوالز نيجاتيف 1 ونطلع لها الروت، نقدر نطلعه دلوقتي في الكومبلكس بلين ازاي؟ هنقول ان الاكس سكويرد ايكوالز ايه؟ نيجاتيف 1. وسينس ان النيجاتيف 1 ايكوالز اي سكويرد، في الحاله دي ممكن نقول ان الاكس سكويرد ايكوالز ايه؟ اي سكويرد. يبقى الاكس عندي ايكوالز ايه؟ هناخد الروت للبوس سايدز، يبقى الاكس عندي هت ايكوالز بوزيتيف نيجاتيف روت الاي ايه؟ الاي سكويرد، اللي هي بوزيتيف نيجاتيف ايه؟ بوزيتيف نيجاتيف اي. ويبقى السوليوشن سيت عندي للايكويشنز اللي هي اكس سكويرد ايكوالز نيجاتيف 1 عباره عن بوزيتيف اي وايه؟ ونيجاتيف الاي. وناخد بالنا ان الاي تايمز اي ايكوالز اي سكويرد، والنيجاتيف اي تايمز نيجاتيف اي ايكوالز برضو اي سكويرد، لان النيجاتيف تايمز نيجاتيف بوزيتيف. وممكن نقولها ازاي؟ لو اعتبرنا ان الاكس ده دي عندي هنا نيجاتيف اي، انا بعمل تايمز نيجاتيف اي، يعني همشي 90 ديجريز في الاوبوزيت دايركشن، همشي 90 ديجريز كده. لما امشي كده 90 ديجريز نوصل لمين؟ نوصل للنيجاتيف 1 اللي هي اي 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 سكويرد. لكن مش هنعتمد على موضوع الروتيشن باي 90 ديجريز الا في الفهم فقط، وهنتعامل مع الاي از ان الجبرايك سيمبل، بيتعامل زي الاكس زي الواي، يبقى اي تايمز الاي اي سكويرد، نيجاتيف اي تايمز نيجاتيف اي ايكوالز اي سكويرد اند سو اون. تعالوا مع بعضنا نشوف مجموعه من الريماركس المهمه. اول واحده معايا ان النمبر اي doesn't belong للسيت اوف ريل نمبرز، وده طبيعي لان ده دايمنشن وده انذر دايمنشن. طيب ايه تاني؟ النمبرز 3i ونيجاتيف 2i وروت 5i اند سو اون، يعني اي كومبوننت مع الاي ناخد بالنا دي بنسميها imaginary numbers مش كومبلكس. لسه الكومبلكس هيتكون من جزء ريل وجزء imaginary، لكن حاجه مع الاي بنسميها imaginary ايه؟ numbers. طيب لو عندي الاي ده positive real number، يبقى روت نيجاتيف اي هي ايكوالز معايا روت اي تايمز الاي. جت ازاي؟ انا عندي كده روت نيجاتيف اي، هو النيجاتيف ده عباره عن ايه؟ عباره عن نيجاتيف 1، واحنا اتفقنا ان نيجاتيف 1 عباره عن اي سكويرد، يعني دي هتيكوالز معانا روت اي تايمز اي سكويرد. الروت عندي هياثر على الاي وهياثر على الاي سكويرد، ياثر على الاي تبقى روت اي، وياثر على الاي سكويرد تبقى ايه؟ تبقى اي. يبقى انا لما يجي لي روت نيجاتيف 2 اول ما اشوف النيجاتيف اطلعها بره باي على طول، هتبقى روت 2 اي. جت ازاي؟ زي ما قلنا ان النيجاتيف 1 عباره عن اي سكويرد، والاي سكويرد يخرج بره الروت بايه؟ باي. روت نيجاتيف 3 تبقى على طول روت 3 اي. روت نيجاتيف 25 تبقى على طول روت 25 اي اللي هي 5 اي. اوكي؟ طيب في جزئيه مهمه جدا لازم ناخد بالنا منها، ان انا لو جالي مساله وقال لي روت نيجاتيف 1 تايمز روت نيجاتيف 1 ما ينفعش ابدا اجمع الاثنين دول تحت الروتس. احنا كنا واخدين قبل كده ان لو عندي روت اي تايمز روت البي ده بيديني روت اي بي. يعني مثلا لو عندي روت 10 تايمز روت ال5 ده بيديني روت ال50، يعني من حقي اعمل مالتيبليكيشن للايه؟ للتو روتس دول. طب اشمعنى روت نيجاتيف 1 تايمز روت نيجاتيف 1 ما قبلتش معايا الحركه دي؟ مع العلم ان انا
لو قلنا روت نيجاتيف 1 تايمز نيجاتيف 1 بنقبلها، ونقول ان نيجاتيف 1 تايمز نيجاتيف 1 يعني نيجاتيف 1 سكويرد، ونيجاتيف 1 سكويرد ب 1 وروت ال 1 ايكوالز 1، يعني بنقبل دي وما بنقبلش دي. في الحاله دي عندي احنا اللي بنعمله الاول بنعمل عمليه ملتيبليكيشن، بنعمل نيجاتيف 1 تايمز نيجاتيف 1 ومفيش حاجه ابدا تمنع ان انا اعمل الملتيبليكيشن، اوكي؟ لان الروت لسه ما اشتغلش. الروت از ا فانكشن، الفانكشن اللي هي الروت ديت مش شايفه تحتيها حاجه مباشره، شايفه ملتيبليكيشن. لازم اخلص الملتيبليكيشن الاول واشوف هيطلع ايه. الملتيبليكيشن هطلع لي مين؟ طلع لي 1. يجي الروت يبص على اللي تحتيه يلاقيه 1، يبقى الروت از ا فانكشن ال1 عندي من ضمن الدومين اللي ممكن الروت يشتغل عليه، وبالتالي يديني الاي 1 مفيش مشكله خالص. لكن بالنسبه بقى هنا وبالنسبه لهنا، انا لما اقول روت نيجاتيف 1 هنا، الروت لما يجي يبص تحتيه يلاقي نيجاتيف نمبر او نيجاتيف 1، ده اصلا مش موجود في الدومين بتاعي. يعني الروت از ا فانكشن بيأثر بس على البوزيتيف ايه، البوزيتيف نمبرز والزيرو، لان روت الزيرو ايكوالز ايه، ايكوالز زيرو. يبقى في الحاله دي انا ما اقدرش اشتغل. ليه؟ عشان روت نيجاتيف 1 از اندفايند. لكن في الحاله دي الروت مش هيأثر على النيجاتيف 1، والنيجاتيف 1 لا هيأثر على ناتج الملتيبليكيشن. تمام؟ مسائل اللي تشوز بيبقى فيها تريكات كتير من الايه، من الجزئيات دي. طيب امال الصح ايه لما يجي لي روت نيجاتيف 1 تايمز روت نيجاتيف 1؟ الصح ان انا اشيل النيجاتيف 1 ونحط مكانه اي سكويرد، والنيجاتيف 1 ده احط مكانه اي سكويرد، وروت الاي سكويرد باي، وروت الاي سكويرد هنا باي، يبقى اي تايمز اي باي سكويرد اللي هي نيجاتيف ايه؟ نيجاتيف 1. يبقى هو ده الحل المظبوط اللي حل ليه مساله زي دي. يبقى هنتفق مع بعضينا روت نيجاتيف على طول تحول لاي وتشتغل كومبلكس نمبر. هنشوف مع بعضينا دلوقتي الانتجر باورز اوف اي، وده جزء بيجي عليه مسائل كتيره جدا وجزء مهم. خلاص احنا عرفنا ان الاي سكويرد ايكوالز ايه؟ نيجاتيف 1. لو انا قلت اي باور 3 هت ايكوالز ايه؟ اي باور 3 يعني اي سكويرد تايمز اي، طبيعي. واحنا عارفين ان الاي سكويرد بنيجاتيف 1، يبقى نيجاتيف 1 تايمز اي ايكوالز كام؟ نيجاتيف اي. يبقى هنتفق مع بعضينا ان الاي كيوبد او الاي باور 3 ايكوالز كام؟ نيجاتيف اي. طيب والاي باور 4؟ الاي باور 4 عباره عن اي سكويرد تايم اي سكويرد، والاي سكويرد بنيجاتيف 1 يبقى نيجاتيف 1 تايمز نيجاتيف 1 يديني ايه؟ يديني 1. طب الاي باور 5 عباره عن اي باور 4 تايمز الاي، وانا من هنا عارف ان الاي باور 4 ايكوالز كام؟ ايكوالز 1. يبقى انا عندي اي باور 5 عباره عن 1 تايمز الاي اللي هي الاي. نيجي نبص على الاي باور 6 هنلاحظ ان هي اي باور 4 تايمز اي سكويرد، ترجع تديني اي سكويرد بس، لان الاي باور 4 ايكوالز 1 والاي سكويرد عندي بنيجاتيف 1 تديني نيجاتيف 1 اند سو اي اند سو اون. ايه اللي احنا هنلاحظه في الجزئيه دي؟ هنلاحظ ان كل اي باور 4 بتديني ايه؟ بتديني 1. يعني لو عندي مثلا اي باور 8، ال 8 عندي مالتيبل اوف 4، يبقى على طول هتديني ايه؟ هتديني 1. يعني لو حبينا نعمم الكلام ده، لو مثلا جالي اي باور 10، مين اقرب مالتيبل للفور قريب من ال 10؟ ال 8. يعني ال 10 عندي عباره عن اي باور 8 بلس مين؟ بلس ال 2. واي باور 8 بلس ال 2 دي عباره عن اي باور 8 تايمز اي باور كام؟ باور 2. طب الاي باور 8 دي عباره عن ايه؟ دي عباره عن اي باور 4 بلس مين؟ بلس ال 4 تايمز اي باور كام؟ باور 2. اي باور 4 بلس ال 4 عباره عن ايه؟ عباره عن اي باور 4 تايمز اي باور 4 تايمز اي باور كام؟ باور 2. واحنا قلنا ان الاي باور 4 دي ب 1، يبقى اكنها 1 تايمز ال 1 تايمز اي اي سكويرد، والاي سكويرد عندي بنيجاتيف 1 يديني ايه؟ نيجاتيف 1. يبقى اي باور للاي لازم الفاليو بتاعته هتنحصر في الاتش، يا اما اي يا اما نيجاتيف 1 يا اما نيجاتيف اي يا اما ايه؟ يا اما 1. بالترتيب على الاكسس بتاعتنا، يا اما 1 يا اما اي يا اما نيجاتيف 1 يا اما نيجاتيف ايه؟ نيجاتيف اي. النيجاتيف 1 ممكن يبقى اي سكويرد، والنيجاتيف اي ممكن يبقى ايه؟ اي باور 3،
وال1 عندي اللي هو اي باور كام؟ باور 4. يبقى لو جالي الباور على طول مالتيبل اوف 4 يبقى يديني ايه؟ لازم يديني 1. يعني لو جالي كده اي باور 4 ان، دي معناها ايه؟ دي معناها احنا طبعا لما بيكون عندي اكسبوننت والاكسبوننت ده عباره عن تو نمبرز معمول لهم مالتيبليكيشن، ممكن اقول كده ان هي اي باور 4 اول اوفر باور ايه؟ باور ان. الحاله دي هي اللي اقدر اقول فيها ان ال 4 اعمل لها مالتيبليكيشن باي ان، لكن الحاله دي عباره عن الاي باور 8 تايمز اي باور 2. طب ده يديني ايه؟ الاي باور 4 ب 1، يبقى 1 باور ان يديني كام؟ يديني 1. وقيسوا على كده بقى اي حاجه، يعني لو قلنا كده مثلا اي باور 4 ام بلس 1 مثلا، ده هيديني ايه؟ ده هيديني اي باور 4 اول اوفر باور ام بلس 1، والاي باور 4 بيديني 1، يبقى 1 باور ام بلس 1 اللي هي كام؟ اللي هي 1. يبقى لو لقينا على طول الباور مالتيبلز لل 4 يبقى على طول الريزلت بتاعتي از ايه؟ از 1. طيب ناخد بالنا، لو جالي مثلا كده اي باور 4 ان بلس 1، الحاله دي بقى مختلفه. الحاله دي الجزء ده بس هو المالتيبل اوف 4، وبالتالي اي باور 4 ان بس هي اللي ب 1. طب اعمل ايه في البلس 1؟ يبقى نقسم الباور على البيز، يعني دي اكنها كده اي باور 4 ان تايمز اي باور كام؟ باور 1. والاي باور 4 ان هتديني كام؟ هتديني 1. يبقى 1 تايمز الاي اللي هي كام؟ اللي هي اي. يبقى احنا ضروري جدا نعرف نتعامل مع الباورز بتاعت الاي. طب لو جالي كده اي باور 4 ان بلس 2 نعمل فيها ايه؟ هتديني اي باور 4 ان، الجزء اللي فيه مالتيبلز اوف 4 هخليه لوحده عشان ده انا هخليه ب 1. الكلام ده هيبقى تايمز اي باور كام؟ باور 2. دي كده ب 1، يبقى يديني 1 اي باور كام؟ باور 2. واحنا اتفقنا ان الاي سكويرد بكام؟ بنيجاتيف 1. طيب لو عندي اي باور 4 ان بلس 3 هتيكوالز معانا ايه؟ هيبقى اي باور 4 ان تايمز اي باور 3 اللي هي 1 تايمز اي باور 3. اي باور 3 ما بسيبهاش كده، بقول ان هي نيجاتيف اي. جت ازاي؟ لان الاي باور 3 عباره عن اي سكويرد تايمز الاي، والاي سكويرد عندي بنيجاتيف 1 تايمز الاي اللي هي نيجاتيف ايه؟ نيجاتيف اي. وطبعا على الرسم ده الاوبزيت دايركشن بتاع الاي، يبقى نيجاتيف الايه؟ نيجاتيف الاي. طيب لو جالي كده اي باور 4 ان بلس 4، طب 4 ان بلس 4 ده هيبقى برضو مالتيبل لل 4، يبقى دي على طول هتديني ايه؟ هتديني 1. والجزء ده يا جماعه مهم جدا فهمه عشان بيبقى عليه مسائل كتير جدا في التشويز. طيب لما هتجيلي المساله بتاعت الاي باور ان والباور عندي كبير جدا، نتصرف ازاي؟ اول حاجه الباور لازم اطلع منه الجزء اللي فيه اللي هو مالتيبلز اوف 4. يعني مثلا اي باور 16، انا عارف ان 16 مالتيبل لل 4. طب لو واحد ما يعرفش يعمل ايه في الحاله دي؟ هنستعمل الاله بتاعتنا ونقول كده 16 ديفايدد الايه؟ ديفايدد ال 4 ايكوالز، اداني 4. ال 4 ده عندي انتجر، يعني مفيش عندي ريميندر. طالما مفيش ريميندر يبقى على طول الاي باور 16 هتيكوالز الايه؟ هتيكوالز ال 1. طيب لو جالي مثلا اي باور 63 وانا عايز اطلع المالتيبل اوف 4 اللي جواها عشان اعمل سمبليفيكيشن، اتعامل مع المساله ازاي؟ نستعمل الاله ونقول 63 ديفايدد 4. نعملها بالديسمال، اداني 15.75، معنى كده ان هي جواها 15 مالتيبل اوف 4 بلس الفراكشن ده. نروح واخدين ال 15 ونعمل لها تايمز 4، اعمل كده 15 تايمز ال 4 يديني كام؟ يديني 60. يبقى انا كده اتاكدت ان الاي باور 63 دي عباره عن اي باور 60 بلس مين؟ بلس ال 3 اللي هي هتيكوالز معايا اي باور 60 تايمز اي باور 3. طبعا ده كده بقى ب 1 اللي هي هتديني اي باور 3 اللي هي نيجاتيف ايه؟ نيجاتيف اي. يبقى انا لو ظهر معايا على الكالكوليتور ريميندر نعمل ايه؟ اقوم واخد الانتجر اللي ظهر جنبه. احنا في الحاله دي ظهر لنا كده، ظهر لنا 15.70 ايه؟
0.75. طبعا مع الوقت حاجة اقول لك على طول ان لو جالك ريميندر 0.75 يبقى على طول الناتج بنيجاتيف اي وانا شغال على الكالكوليتور، لكن لو جالي انتجر وزاوت ريميندر يبقى الناتج 1، لو جالي الريميندر 0.25 يبقى الناتج بتاعي اي، ولو جالي الريميندر 0.5 هيبقى الناتج بتاعنا نيجاتيف ال1، ولو ظهر الريميندر 0.75 يبقى الناتج على طول نيجاتيف الايه، نيجاتيف الاي. بس انا عايز اشرحها وبعد كده هقول لكم الكالكوليتور نستعملها ازاي في الحته دي. طيب انا جالي مثلا اي باور 42، نتصرف ازاي؟ انا عارف ان ال42 عباره عن 40 بلس 2، هيبقى اي باور 42 دي عباره عن اي باور 40 بلس مين؟ بلس 2 اللي هي اي باور 40 الكلام ده تايمز اي باور 2 اللي هي ده طبعا 1 اللي هي اي سكويرد اللي هي نيجاتيف ايه، نيجاتيف 1. طيب لو جينا استعملنا الكالكوليتور قلنا كده 42 ديفايدد مين؟ ديفايدد ال4، هيديني ايه؟ هيديني انتجر وجنبيه فراكشن، الفراكشن عندي 0.5. يعني ايه 0.5؟ يعني الريميندر عندي از ايه؟ از 2 اللي هي 2 اوفر 4. تمام؟ يبقى على طول هنقول ان الحل بتاعي هيطلع كام؟ نيجاتيف 1. طيب عندي اي باور 101، لما اجي اعملها على الكالكوليتور ونقول 101 ديفايدد ال 4 هيديني 25 بوينت ايه؟ بوينت 25. الريميندر عندي 0.25 وبالتالي على طول هيديني اي، يبقى دي على طول هتيكوالز معايا ايه؟ اي. ليه؟ ان هتيكوالز اي باور 100 بلس ال 1 اللي هي اي باور 100 تايمز اي باور 1 اللي هي طبعا اي باور 100 ب 1 يديني ايه؟ يديني اي. طيب لو جالي اي باور 4n بلس 23، انا عندي الاي باور 4n لوحدها ده مالتيبل اوف 4 هيديني 1، الكلام ده هيبقى تايمز اي باور 23، ال23 برضه هشتغل عليها، لما اعمل لها ديفايدد 4 هيديني فراكشن اللي هو 3 اوفر 4 اللي هو 0.75 اللي هتيكوالز معانا كده، يبقى عندي هنا 1 تايمز اي باور 20 بلس مين؟ بلس 3 اللي هي اي باور 20، الكلام ده تايمز اي باور 3 هو طبعا ده راح ب 1 يديني اي باور 3 اللي هي نيجاتيف ايه؟ نيجاتيف اي. ولو جينا عملنا ال 23 على الكالكوليتور ديفايدد 4 هيديني كام؟ هيديني 5.75. الديسمال فراكشن 0.75 على طول بنترجمه ان الباور كله بكام؟ بنيجاتيف اي. تمام؟ طيب حاجه ثانيه، لو جالي مثلا اي باور هنا 1 2 مثلا 4 5، عايزين نعرف دي هتيكوالز ايه؟ اروح اعملها على طول على الكالكوليتور، اقول كده 1245 ديفايدد ال 4 يديني كام؟ نعمل اس دي عشان نبص على الديسمال فراكشن، الديسمال فراكشن عندي 0.25، طالما ظهر معايا 0.25 يبقى الناتج على طول از ايه؟ از اي. ولو مش عايزين ننساها ممكن نعمل الكوردينتس كده، نعرفين ده ال 1 وهنا الاي وهنا النيجاتيف 1 وهنا عندي النيجاتيف اي اللي هو الايه؟ الاي باور 3. ال1 مش هيطلع معايا ريميندر، الاي هيطلع لي الديسمال فراكشن 0.25، النيجاتيف 1 هيطلع لي الديسمال فراكشن 0.5، النيجاتيف اي هيطلع لي الديسمال فراكشن 0.75. طيب لو جالي نيجاتيف باور حاجه مثلا زي كده اي باور نيجاتيف 19، هنتصرف ازاي؟ هنعمل نفس الكلام، مين اقرب مالتيبل لل4 يقربني من النيجاتيف 19 اللي هو النيجاتيف 16، يبقى دي هتيكوالز اي باور نيجاتيف 16 ماينس الايه؟ ماينس 3 اللي هي اي باور نيجاتيف 16 تايمز اي باور كام؟ نيجاتيف 3. الاي باور نيجاتيف 16 هتديني 1 عشان ال 16 مالتيبلز لل 4، يبقى هتديني 1 تايمز مين؟ اي باور نيجاتيف 3. برضه ستيل معايا النيجاتيف، اعمل ايه بقى في الاي باور نيجاتيف 3؟ اقوم عامل تايمز اي باور 4 لان الاي باور 4 ب 1، يبقى اي باور نيجاتيف 3 تايمز اي باور 4 تديني اي باور نيجاتيف 3 بلس ال 4 اللي هي تديني كام؟ تديني اي. طيب هل في حل تاني؟ اه في حل تاني، الاي باور نيجاتيف 19 ديت اقول ان هي كده ان هي 1 ديفايدد اي باور كام؟ باور 19. طب وبعدين اعمل ايه؟ اشوف مالتيبل لل 4 جريتر ذان ال 19 اللي هو مين؟ اللي هو ال 20،
يبقى اعمل على طول تايمز اي باور كام باور 20 وبعد كده اعمل ديفيجن اي باور 20 ديفايدد اي باور 19 اللي هي اي باور 20 ماينس ال 19 اللي هي تديني كام؟ تديني اي على طول. طب لو جالي باور كبير زي مثلا اي باور نيجاتيف مثلا 253 اتصرف فيها ازاي؟ اتعامل مع الباور ده اكنه بوزيتيف باور. نجيب الاله بتاعتنا ونقول كده 253 ديفايدد ال 4 يديني كام؟ يديني عندي 63.25. هنا نعلى عن ال 63 اللي هي كام؟ ال 64 او عامل كده 64 تايمز 4 تديني كام؟ 256. يبقى اعمل هنا كده ده تايمز اي باور 256. طب ازاي اعمل كده؟ ما هي ال 256 دي عباره عن ايه؟ عباره عن 1. اوكي؟ يبقى دي هتيكوالز معايا اي باور نيجاتيف 253 الكلام ده بلس 256 اللي هي اي باور كام؟ باور 3 اللي هي نيجاتيف ايه؟ نيجاتيف اي. ناخد واحده كمان. لو قلنا اي باور نيجاتيف 313 نجيب الكالكوليتر ونقول 313 ديفايدد ال 4 يديني كام؟ يديني هنا 78 وفراكشن. هنا اعلى بقى اقوم واخد 79 اقول كده 79 تايمز ال 4 يديني كام؟ 316. يبقى الاي باور 316 دي عباره عن ايه؟ دي عباره عن 1. يبقى نعمل لده تايمز اي باور 316 اللي هي هتديني كام؟ هتبقى اي باور نيجاتيف 313 الكلام ده بلس 300 كام؟ 16 اللي هي اي برضو باور كام؟ باور 3 اللي هي نيجاتيف ايه؟ نيجاتيف اي. يبقى في حاله لما يجي لي نيجاتيف باور ويكون كبير او معامل مالتيبليكيشن مع اي ويكون الاي ليها باور مالتيبل اوف 4 بحيث لما اجي اعمل له اديشن على النيجاتيف باور يدخلني في الجزء بتاع البوزيتيف باور. كل المسائل دي عباره عن السمبليفيكيشن للباور بتاع ايه؟ بتاع الاي. بعد لما تعرفنا على الايماجينري نمبر اي تعالوا مع بعضينا نشوف الجزء الاساسي اللي في الليسون اللي هو الكومبلكس نمبر. الكومبلكس نمبر ده نمبر احنا بنكتبه على الفورم a بلس b i. طب ايه الاي؟ الاي بنسميه الريل بارت او الريل كومبوننت. ده الجزء اللي احنا كنا بندرسه السنوات الماضيه في السيت اوف ريل نمبرز اي ار. طيب البي ده بنسميه ايه؟ البي ده بسميه الايماجينري بارت او ممكن نقول عليه اللاترال بارت. يعني انا عندي الاي تمثل الريل كومبوننت والبي بيمثل اللاترال كومبوننت. وطبعا الاي احنا لسه عارفينه ده النمبر اللي السكويرنج بتاعه ايكوالز نيجاتيف 1. يعني الكومبلكس نمبر عندي بيتكون من جزء ريل وجزء ايماجينري. اوكي؟ يبقى لما اقول لك 7 بلس 13 اي اوعى تقول لي ده ريل نمبر او تقول لي ده ايماجينري نمبر، لا ده اسمه كومبلكس نمبر. طيب 2 ماينس اي ده برضو كومبلكس نمبر متكون من اي ايكوالز 2 وبي ايكوالز نيجاتيف 1. طيب 5 اي ماينس 4 هنا هو عكس ال 5i مكان الايه؟ مكان ال 4. يعني ده اكنه ايه؟ نيجاتيف 4 بلس 5i. يبقى الاي عندي بكام؟ الاي عندي بنيجاتيف 4 والاي والبي عندي بايه؟ ب 5. طيب هنا فين الاي وفين البي؟ الاي روت 2 والبي روت ايه؟ روت 3. طيب لما نحب ندي اسم للكومبلكس نمبر بنرمز له بالرمز ايه؟ بنرمز له بالرمز زد. اي كومبلكس نمبر عندي بنقول ان هو زد. يبقى الزد عندي ايكوالز اي بلس بي اي. طيب امتى يكون بيور ريل؟ بيكون ريل او الزد بتيكوالز الاي في حاله لما تكون البي بايه؟ تكون البي بزيرو. يعني لو البي عندي بزيرو الزد عندي هيكوالز الاي وبالتالي الزد في هذه الحاله هيكون بيور ريل نمبر. طيب لو الاي هي اللي بزيرو معنى كده ان الزد هيكوالز معايا بي اي او بيور ايماجينري ايه نمبر. وفي كلا الحالتين بنسمي الاي او البي اي كومبلكس نمبر. يعني لو الزد بقى ريل بس دي حاله خاصه من الكومبلكس نمبر، ولو الزد بقى ايماجينري نمبر بس دي برضو حاله خاصه من الايه؟ من الكومبلكس نمبر. وعلشان كده احنا بنقول ان السيت اوف ريل نمبرز دي سب سيت من الايه؟ من السيت اوف الكومبلكس نمبرز. طيب يلا نشوف مع بعضينا التعريف بتاع السيت اوف كومبلكس نمبرز. اولا لازم نعرف اسمها، الاسم بتاعها السي. احنا قبل كده كان الار الريل نمبرز. طيب
السيت اوف كومبلكس نمبرز سي دي عباره عن ايه؟ دي عباره عن سيت جواها عدد كبير جدا من النمبرز على الصوره A بلس البي اي. لازم اعرف الاي، لازم اعرف البي، لازم اعرف الاي. بنقول ان الاي بتبلونجس للار اللي هو الاي الاي، والبي كذلك بتبلونجس للار، والاي سكويرد ايكوالز ايه؟ نيجاتيف 1. التعريف ده مهم ولازم نفهمه كويس. يلا مع بعضينا نشوف اكزامبل 1. بيقول لي find the solution set of each of the following equations in the set of complex numbers. يعني احنا متوقعين ان يجي لي نيجاتيف روتس. هنا 2x squared plus 18 equals 0. نعمل divided 2. يبقى انا عندي هنا x squared plus 9 equals a equals 0. نودي دي opposite side، يبقى انا عندي x squared equals a negative 9. يبقى انا عندي الx هت equals معانا positive negative root ال negative a ال negative 9. واحنا قلنا ان الروت negative 9 هيبقى روت 9i squared، لان النيجاتيف 1 بنشيلها ونحط مكانها i squared. يبقى انا عندي الx هت equals معانا positive negative root 9i a i squared اللي هي positive negative 3a 3i. وتبقى السوليوشن سيت في هذه الحالة عبارة عن 3i ونيجاتيف 3i. المسألة اللي بعد كده a times a يديني 1 والسم يديني 1، طبعا مش هنلاقي خالص، وبالتالي لازم اعملها جنرال فورميولا نعرف الـ a والـ b والـ c. الـ a عندي بكام؟ الـ a عندي بـ 1. الـ b عندي بكام؟ برضو بـ 1. والـ c عندي بكام؟ بـ 1. يلا نجيب الـ 2 roots x1 و x2. x1 و x2 هت equals negative b plus minus root b squared minus 4ac divided 2a اللي هت equals negative b يعني negative 1 plus minus root b squared يعني 1 squared minus 4 times الـ A عندي بـ 1 times الـ C عندي بـ 1 divided 2A يعني 2 times الـ 1 ليه هت equals معنا negative 1 plus minus root. هنا 1 squared بـ 1 minus 4 يبقى negative 3 divided كام؟ divided 2 root negative 3 اللي هي root 3i squared. ده هيديني negative 1 plus minus root 3i squared divided كام؟ divided 2 root 3i squared اللي هي root 3i. يبقى ده هيديني كده negative 1 plus minus root 3i divided كام؟ divided 2. وبالتالي الـ solution set هت equals، ناخد مرة الـ positive مع الـ number وناخد مرة الـ negative مع الـ number التاني. يبقى negative 1 plus root 3i divided 2 و negative 1 minus root 3i divided كام؟ divided 2. تعالوا مع بعضينا نشوف مسائل التراي. بيقول لي find the solution set لل each of the following equations in the set of complex numbers. هنا 5x squared plus 180. نعمل divided 5. 5x squared divided 5 يديني x squared. 18 divided 5 يديني 3. ويبقى معايا 3. 30 divided 5 يديني 6. يديني كام؟ يديني 0. نودي ال 36 هنا في الاوبزيت سايد، يبقى عندي الاكس سكويرد هت ايكوالز نيجاتيف 36. ناخد الروت للبوث سايدز، يبقى الاكس عندي هت ايكوالز بوزيتيف نيجاتيف روت نيجاتيف ايه 36، وروت نيجاتيف 36 اللي هو روت 36 اي سكويرد. يعني الاكس عندي هنا هت ايكوالز positive negative root 36i squared اللي هي كام؟ الروت يأثر على 36 يديني 6، ويأثر على i squared يديني i، يبقى هتديني positive negative 6i. يبقى solution set عبارة عن 6i و negative 6i. يلا اللي بعديها a times a يديني 5 والسم يديني 2. طبعا مش هنلاقي، نعرف ال a وال b وال c. الـ A عندي بـ 1، الـ B عندي نيجاتيف 2، الـ C عندي بكام؟ بـ 5.
يبقى انا عندي الـ X1 و X2 هي equals negative B positive negative root B squared minus 4AC divided to A اللي هي negative B يعني negative negative 2 positive negative root B squared يعني negative 2 squared minus 4 times الـ A عندي بـ 1 times الـ C عندي بكام؟ بـ 5 divided 2 times 1 لو هي equals معانا negative negative 2 positive 2 plus minus root negative 2 squared بـ 4 minus 4 times 1 times 5 negative 20 divided كام؟ divided 2 اللي هي 2 plus minus root negative كام 16 divided 2 root negative 16 هنكتبها root 16 i squared يبقى ده هيدينا كده 2 positive negative root 16 i squared divided كام divided 2 ال 16 ده perfect square وال i squared perfect square الروت يأثر على ال 16 يخليها 4 ويأثر على الاي سكوير دي يخليها لي اي يبقى ده هيديني كده 2 بلس ماينس 4 اي ديفايدد كام ديفايدد 2 وكالمعتاد بناخد كومن في اللقطه دي ناخد كومن من فوق اللي هو 2 يبقى معايا 1 بلس ماينس 2 اي ديفايدد كام ديفايدد 2 ده يروح مع ده تنهي معايا المساله على كام 1 بلس ماينس الايه 2 اي وبالتالي السوليوشن سيت هت equals معانا 1 plus 2i و 1 minus a 2i وطبعا ده complex number وده complex number يلا مع بعضنا نشوف الـ equality of two complex numbers امتى نقول ان two complex numbers are equal يعني لو عندي z1 بي equals a plus bi و z2 بي equals c plus di امتى اقول ان z1 equals z2 ده بيكون في حالة واحدة بس لما يكون الريل بارت بيكوالز الريل بارت والإيماجينري بارت بيكوالز الإيماجينري بارت تمام؟ ده كان شبيه بإيه؟ ده كان شبيه بالجزء بتاع الإيكواليتي أوف تو أوردرد بيرز كنا بنقول إن الإكس كوأوردينيت لازم يساوي الإكس كوأوردينيت وإن الواي كوأوردينيت لازم يساوي الواي كوأوردينيت طيب نيجي ملحوظة مهمة قوي لو أنا عندي تو كومبلكس نمبرز 5 بلس 3 أي والتاني نيجاتيف 4 بلس 7 أي وعايز أشوف مين الجريتر ينفع اروح على الريل بارت واقول طالما عندي هنا 5 وعندي هنا نيجاتيف 4 وال5 جريتر زي النيجاتيف 4 يبقى الكومبلكس نمبر ده از جريتر زان الكومبلكس نمبر ده لا الكلام ده ما ينفعش نعمله في الكومبلكس نمبرز امال هنقارن ما بينهم ازاي لما باذن الله هنتعرف بعد كده على حاجه اسمها البولر فور ونعرف الماجنيتيود بتاعه الكومبلكس نمبرز يلا مع بعضينا نشوف اكزامبل 2 بيقول لي فايند ذا فاليوز اوف اكس اند واي which satisfies each of the following نيجي نبص هنا نلاقي equation عندي left hand side و right hand side يبقى نقارن الجزء الريل مع الريل والإيماجينري مع الإيماجينري طيب أقارن إزاي؟ بعيني الجزء اللي أنا شايفه هنا مع الـ i لازم هيequal الجزء اللي مع الـ i الناحية التانية يعني الـ 5 هنا هتequal the 3 minus 2y وكذلك الجزء الريل اللي هو من غير الـ i لازم هيequal الجزء الريل هنا اللي هو من غير الـ i يبقى since ان ال 2x minus 3 equals 7 نودي ال negative 3 يعمل positive 3 يبقى ال 2x equals 7 plus 3 يبقى 2x equals كام equals 10 ده معناه ان ال x عندي equals 10 divided 2 which is ال a which is ال 5 والناحية التانية عندي 3 minus 2y بت equals 5 نودي 3 هنا بنيجاتيف 3 يبقى نيجاتيف 2y هت equals 5 minus 3 يعني نيجاتيف 2y هت equals 2 يعني الy هت equals 2 divided negative 2 اللي هي نيجاتيف ايه؟ نيجاتيف 1 يبقى الx عندي ب 5 والy equals كام؟ نيجاتيف 1 يلا اللي بعديها عندي x plus y i equals root negative 4 plus i power 22 هل اقدر اقول ان ال x equals root negative 4
على اساس ان دي الاي هتيكوالز الجزء اللي مع الاي؟ لا طبعا، لان روت نيجاتيف 4 هيظهر فيها برضو الاي. ازاي؟ لان انا عندي هنا كده الاكس بلس واي اي هتيكوالز روت نيجاتيف 4، يعني روت 4i سكويرد. الكلام ده بلس الاي باور 22، نعمل لها سمبليفيكيشن تبقى اي باور 20 بلس مين؟ بلس ال2. اشمعنى اخترت 20؟ علشان الجريتست مالتيبل اوف 4 اللي موجود جوه ال 22 اللي هو هيديني 1. يبقى انا عندي هنا الاكس بلس الواي اي هتيكوالز روت 2i سكويرد اللي هي 2i. الكلام ده بلس هنا الاي باور 20 تايمز اي باور كام؟ باور 2. طب ليه ما قلتش هنا بوزيتيف نيجاتيف؟ لان انا ما بقولش اكس سكويرد ايكوال 4i سكويرد وبعد كده باخد لها الروت. انا عندي روت عادي وبجيب الايه الروت اللي تحتيه. يبقى انا عندي هنا الاكس بلس الواي اي هتيكوالز معانا 2i. هنا i باور 20 ده ب 1 وعندي i سكويرد بنيجاتيف 1، يبقى نحط نيجاتيف 1 على طول، نحطها في السطور اللي احنا عارفينها، نجيب الاي قبل البي. يبقى الاكس بلس الواي اي هتيكوالز معانا نيجاتيف 1 بلس الاي ال 2i. بالمقارنه بعيني كده يبقى زين الاكس عندي هتيكوالز نيجاتيف 1 والواي بعيني هتيكوالز كام؟ ايكوالز 2. يلا اللي بعديها. عندي هنا اكس ماينس 3y بلس البراكت ده تايمز اي ايكوالز ده. مين اللي مع الاي؟ 2x بلس الواي، يبقى هتيكوالز 5. مين اللي من غير اي؟ الجزء ده، يبقى هيكوالز ده. يبقى انا عندي هنا اكس ماينس 3y ايكوالز كام؟ ايكوالز 6. نخلي دي 1 ونقول كمان ان 2x بلس الاي بلس الواي ايكوالز كام؟ ايكوالز 5 ونخلي دي 2. نخلي هنا الواي ب 3y عشان نعمل لها اديشن مع ده وتروح عندي الايه الواي هنا وهنا، يبقى ملتبلاي ايكويشن 2 باي 3. تديني عندي هنا ال 6x بلس 3y ايكوالز كام؟ ايكوالز 15. ونخلي دي كده ايه ونخلي دي 3. نأد equation 1 مع equation 3 adding، يبقى زين x minus 3y equals 6 وعندي هنا 6x plus 3y equals 15. ده يروح مع ده، يبقى انا عندي هنا ال 7x equals كام؟ 21. يعني الاكس عندي هي ايكوالز 21 ديفايدد 7 which is a 3. يلا نكمل هنا نعوض في ايكويشن 2. ات ايكويشن 2 هنشيل اكس ونحط 3، يبقى 2 تايمز 3 الكلام ده بلس الواي ايكوالز 5. يعني 6 بلس الواي ايكوالز 5. نودي ال 6 هنا بالنيجاتيف، يعني الواي ايكوالز 5 ماينس 6 which is نيجاتيف 1. يبقى الاكس عندي ب 3 والواي بنيجاتيف 1. يلا نشوف مع بعضنا مسألة تراي. بيقول لي find the values of x and y which satisfies each of the following. هنا equation، يبقى الحاجات اللي مع الاي هنا هنسويها بالحاجات اللي مع الاي هنا. نيجي نبص بعينينا نلاقي i باور نيجاتيف 1. اعالج ازاي النيجاتيف باور بتاع الاي؟ لازم اعمل له multiplication باي باور حاجه، الحاجه دي تكون multiple of 4 تديني 1 بحيث ان هي تحذفني في البوزيتيف باور. طيب هنا هنعمل multiplication باي i باور 4 اللي هي 1. يبقى انا عندي هنا الاكس بلس واي اي هنقول ان هي هتيكوالز معانا 3 تايمز اي باور نيجاتيف 1 الكلام ده تايمز اي باور 4 لان اي باور 4 هي 1. يبقى انا ما غيرتش حاجه في المساله، الكلام ده بلس مين؟ بلس ال 4. يبقى انا عندي هنا الاكس بلس الواي اي هتيكوالز 3 اي باور نيجاتيف 1 تايمز اي باور 4 تديني اي باور نيجاتيف 1 بلس ال 4 اللي هي اي باور كام؟ باور 3. الكلام ده بلس ال 4. اي باور 3 نيجاتيف اي، يبقى اكس بلس واي اي هتيكوالز معانا نيجاتيف 3 اي الكلام ده بلس ال 4. نحطها على الصوره بتاعتنا المعتاده، يبقى اكس بلس واي اي هتيكوالز معانا 4 ماينس الايه؟ ال 3 اي. بعينينا يبقى زين الاكس عندي هتيكوالز ال 4 والواي عندي هتيكوالز نيجاتيف ايه؟ نيجاتيف 3.
يلا اللي بعديها. هنا اللي مع الاي عندي هنا 7، واللي مع الاي هنا البراكت ده، والريل بارت عندي هنا 5، وهنا عندي 4x ماينس الايه ماينس الواي. يبقى زين 4x ماينس الواي ايكوالز 5، دي اول ايكويشن. الايكويشن الثانيه ان 2x بلس الواي ايكوالز كام؟ ايكوالز 7، ودي ايكويشن 2. عندي هنا نيجاتيف واي وعندي هنا بوزيتيف واي، نعمل ادنج للتو ايكويشنز دول. يبقى ادنج ايكويشن 1 اند 2، يبقى انا عندي هنا 4x ماينس الواي ايكوالز 5، وعندي هنا 2x بلس الواي ايكوالز 7. ده يروح مع ده، يبقى انا عندي هنا 6x ايكوالز 12، يبقى الاكس عندي هت ايكوالز 12 ديفايدد 6 which is ال 2. يلا نعوض في ايكويشن 2، يبقى انا عندي 2 تايمز ال 2 بلس الواي ايكوالز 7، يعني الواي ايكوالز 7 ماينس 4، يبقى زين الواي ايكوالز كام؟ ايكوالز 3. يبقى الاكس عندي ايكوالز 2 والواي عندي ايكوالز 3. تعالوا مع بعضنا نشوف جزئية تانية سهلة جدا، اللي هي الاديشن والسبتراكشن للكومبلكس نمبرز. لما بنيجي نعمل اديشن وسبتراكشن، الريل بارت بنحطه على الريل بارت، والايماجينري بارت مع الايماجينري بارت، لان انا عندي الجبرايك سيمبل اسمه اي، فالحاجات اللي مع الاي هنعملها اديشن مع بعض تبقى لايك تيرمز، والحاجات اللي هي من غير اي بنعتبرها لايك تيرمز. يلا نشوف الكلام ده على اكزامبل 3. بيقول لي فايند ذا ريزلت اوف ايتش اوف ذا فولوينج ان ذا سيمبلست فورم. ما اجي ابص في المساله هنا بعيني انا شايف اي باور 13، يبقى انا لازم الاول اعمل لها سمبليفيكيشن قبل ما اشتغل. نعمله ازاي؟ نمشي واحده واحده في المساله دي. هتبقى 3 بلس 7 الاي باور 13 اللي هي اي باور 12 بلس ال 1. الكلام ده هيبقى بلس، ناخد بالنا ده بلس وبعديه براكت، يبقى اشيل البراكت عادي خالص. يبقى انا عندي هنا 5 ماينس 9 اي. الكلام ده هيديني 3 بلس 7 تايمز اي باور 12، الكلام ده تايمز اي باور 1. انا بحاول امشي واحده واحده من غير ما اختصر في الخطوات علشان تفهموا المساله كويس. الكلام ده هيبقى بلس 5 ماينس 9 الاي. طيب اي باور 12 ب 1، يبقى عندي هنا 7 اي، يبقى هنا 3 بلس 7 اي، الكلام ده بلس 5 ماينس ايه 9 اي. بعيني الاقي ال 3 وال 5 الاثنين ريل نمبرز، نحطهم على بعض يديني 8، والاقي ان هنا 7 اي ونيجاتيف 9 اي نعملهم برضو اديشن يديني نيجاتيف ايه نيجاتيف 2 اي. يلا نشوف اللي بعديها. نيجي نبص بعينينا نلاقي ان انا عندي روت نيجاتيف 16. روت نيجاتيف 16 از نوت ديفايند ان ار، يبقى لازم احول دي لكومبلكس نمبر. ازاي؟ اشيل النيجاتيف واحط مكانه اي سكويرد. طب انا عندي هنا براكت ومفيش مالتيبليكيشن، يبقى ممكن اشيل التو براكتس دول عادي خالص. يبقى هنقول كده 2 ماينس روت هنا 16 اي سكويرد. برضو انا مش عايز اختصر، ممكن اقول على طول 4 اي، بس انا باخدها واحده واحده علشان تبقوا فاهمين ايه اللي بيحصل. طيب ناخد بالنا هنا بقى، نيجاتيف وعندي براكت، هل ينفع اقول نيجاتيف 5 ماينس اي ولا لازم اوزع النيجاتيف هنا واوزعها هنا؟ ناخد بالنا من الحاجات دي. يبقى الكلام ده ماينس ال5 بلس مين؟ بلس الاي. لو هيديني هنا هيبقى 2 ماينس هنا روت 16 اي سكويرد ب 4 اي. الكلام ده هيبقى ماينس ال5 بلس مين؟ بلس الاي. ال2 والنيجاتيف 5 يديني نيجاتيف 3، نيجاتيف 4 اي وبلس الاي تديني نيجاتيف 3 ايه؟ 3 اي. وزي ما انتم شايفين الاديشن والسبتراكشن سهل جدا. طيب يلا نشوف المالتيبليكيشن. لما اجي اشتغل واعمل مالتيبليكيشن عادي خالص بتوين البراكتس زي ما احنا متعودين بنعمل ديستريبيوشن. وهنا ناخد بالنا ان لو ظهر معايا اي سكويرد نخليها نيجاتيف 1. طيب يلا نشوف اكزامبل 4. عندي هنا 4 بلس 3 اي هنا تايمز 2 ماينس 5 اي. نعمل ايه؟ نعمل ديستريبيوشن. هعمل مره ال 4 تايمز ال 2 وال4 تايمز ال5 اي، وبعد كده اخد ال3 اي اعمل لها تايمز ال2 وبعد كده تايمز ال5 اي. يبقى انا عندي 4 تايمز 2 يديني 8، 4 تايمز نيجاتيف 5 اي نيجاتيف 20 اي. الكلام ده 3 اي تايمز ال2 ده
يبقى بلس 6i، وعندي هنا 3i تايمز نيجاتيف 5i اللي هي نيجاتيف 15i سكويرد، وهنرجع بعد كده نشيل الاي سكويرد ونعوض مكانها بنيجاتيف 1، يبقى ده هيديني بوزيتيف 15. يبقى هنا 8 نيجاتيف 20 بلس 6 يبقى نيجاتيف 14i، الكلام ده هيبقى بلس 8 بلس 15. ليه بلس 15؟ لان الاي سكويرد دي بكام؟ بنيجاتيف 1، ودول معمول لهم ملتيبيكيشن، يبقى نيجاتيف 15 تايمز نيجاتيف 1 ببوزيتيف 15. اقول بعد كده 8 بلس ال 15 يديني بوزيتيف 23، الكلام ده ماينس الايه؟ ال 14i. يلا نشوف اللي بعديها. عندي 5 ماينس 2i و 5 بلس 2i. انا عايزكم تاخدوا بالكم ان في شبه كبير جدا ما بين التو نمبرز دول، ده كومبلكس نمبر وده كومبلكس نمبر. الاختلاف ما بينهم في ايه؟ في الساين. دول لهم اسم هناخده كمان شويه، ان الاثنين دول بنسميهم كونجكت نمبرز. دول لما بيتعمل لهم ملتيبيكيشن هنشوف دلوقتي هيدينا ايه. نشتغل عادي خالص، ال5 تايمز ال5 وبعد كده اعمل لها تايمز ال2i، وبعد كده ناخد النيجاتيف 2i تايمز ال5 وتايمز الايه؟ ال2i، اللي هي هتديني الاتش 5 تايمز 5 ب 25، 5 تايمز بوزيتيف 2i ب بلس 10i، نيجاتيف 2i تايمز ال5 اللي هي نيجاتيف 10i، وعندي هنا نيجاتيف 2i تايمز بوزيتيف 2i اللي هي نيجاتيف 4i سكويرد. نلاحظ ايه؟ ان الترم ده هيروح مع الترم ده، والاي سكويرد نيجاتيف 1 مع ال4 تبقى بوزيتيف 4، يبقى هتيكوالز معايا 25 بلس مين؟ بلس الفور اللي هي كام؟ 29. يبقى ناخد بالنا ان لو عندي كومبلكس نمبر والكونجكت بتاعه لازم يطلع الناتج بتاعي ريل نمبر، اوكي؟ ودي هنستفاد منها كتير قدام. طيب يلا اللي بعد كده 3 بلس 2i سكويرد تديني ايه؟ الفيرست سكويرد بلس توايس الفيرست تايمز السكند، 2 تايمز 3 ب 6 تايمز 2 12، كلام ده بلس السكند سكويرد اللي هي 4i سكويرد. طب 4i سكويرد بكام؟ بنيجاتيف 4، يبقى هيديني 9 بلس 12i ماينس الايه؟ ماينس ال 4. 9 ماينس 4 ب 5 يبقى هيديني 5 بلس 12 ايه؟ 12i. يلا نشوف هنا، عندي 1 ماينس i باور 4. ناخد بالنا من دي علشان المساله دي مهمه وبيجي عليها مسائل كتير في اللي تشوز، لان مش هيجي لي هنا 4 في الامتحان، ممكن يجي لي 20، يجي لي 30، يجي لي ارقام كبيره جدا. فهنتعلم من المساله دي حاجه مهمه قوي دلوقتي. طب يلا نفكها بالطريقه المعتاده. ال4 دي هخليها 2 براكتس الاثنين باور 2، يعني دي اكنها ايكوالز كده 1 ماينس i باور 2 تايمز 1 ماينس الi باور كام؟ باور 2. يلا نفك ديت، الفيرست سكويرد اللي هو 1 هيبقى ماينس توايس الفيرست تايمز السكند 2 تايمز 1 ب 2 تايمز هنا 1 يبقى 2i بلس السكند سكويرد اللي هي بلس i سكويرد، كلام ده تايمز هنا الفيرست سكويرد هيبقى ماينس 2i، كلام ده بلس مين؟ i سكويرد. ناخد بالنا ان الi سكويرد بنيجاتيف 1 يعني ده كده راح مع ده، والi سكويرد بنيجاتيف 1 يعني ده كده راح مع مين؟ مع ده، يبقى هيديني ايه؟ هيديني نيجاتيف 2i تايمز مين؟ نيجاتيف 2i اللي هو هيديني نيجاتيف 2i باور كام؟ باور 2 اللي هي كام؟ هتديني 4i سكويرد، والاي سكويرد بنيجاتيف 1 تديني نيجاتيف ايه؟ نيجاتيف 4. ناخد بالنا قوي من المساله دي علشان هناخد عليها ريمارك دلوقتي. تعالوا مع بعضينا نشوف الريمارك دي. الريمارك بتقول لي لو عندي اي براكت متكون من 2 تيرمز ولازم يكون 1 بلس اور ماينس اي، ما ينفعش يكون 2، ان احنا زي ما شفنا ان الاي سكويرد راحت مع ال1 ده، فبيبقى عندي الميدل تيرم. هنا لو عندي 1 بوزيتيف نيجاتيف اي باور 2n هتديني ايه؟ هتديني بوزيتيف نيجاتيف 2i اللي هو الميدل تيرم باور الباور ده ديفايدد 2. يعني لو عندي هنا 2n يبقى هنا ايه؟ يبقى هنا n. لو عندي هنا 200 يديني 100 and so on. اوكي؟ وزي ما شفنا المساله اللي فاتت كانت جايه لي في الاول باور 4، الناتج عندي طلع باور ايه؟ باور 2. دي بتفيدني في ايه؟ بتفيدني في مسائل زي دي. يقول لي 1 بلس i باور 200، على طول هقول ان هي 2i باور 100.
اللي هي 2 باور 100 تايمز اي باور 100. اي باور 100 مالتيبل اوف 4 تديني 1، يبقى عندي 2 باور 100. كذلك هنا 3 ماينس 3 اي باور 4. ناخد بالنا بس دي مهمه جدا، لما اجي اخد الكومون فاكتور هنا 3 ما ينفعش اخد 3 واقول تايمز 1 ماينس اي باور 4. 3 انا واخدها من جوه، اخدها باور 4، يبقى عندي 1 ماينس اي باور 4 اللي هي هتديني نيجاتيف 2 اي باور 2، وعندي بره 3 باور 4. اكمل المساله تطلع لي الايه النمبر ده. الريمارك دي تعتبر مهمه جدا وبتساعدني في حل مسائل كتير، وبيجي عليها برضو مسائل كتير في التشوز. طيب يلا نشوف مسائل التراي. بيقول لي find the result of each of the following in the simplest form. ناخد بالنا في عندي هنا براكت، مفيش حاجه قدامه، يبقى دي عمليه اديشن عاديه خالص. كذلك عندي هنا بلس ورا براكت، يبقى ممكن نشيل ايه التو براكتس دول. طيب روت الفور ب2، الكلام ده هيبقى بلس روت نيجاتيف 25 اللي هي روت 25 اي سكويرد، الكلام ده هيبقى ماينس 3 ماينس 4 اي هو هيديني 2 بلس 5i، كلام ده ماينس 3 ماينس 4i 2 ماينس 3 بنيجاتيف 1 بلس 5i وماينس 4i بلس الi. يلا اللي بعديها عندي ملتبليكيشن، نعمل 2 تايمز 2 وتايمز روت نيجاتيف 1، وهنا ده تايمز ده وده تايمز ده. بس الاول نوضب المساله ونشيل روت نيجاتيف 1 اللي هو ايه اللي هو الi، يبقى دي هتيكوالز معانا كده 2 ماينس اي تايمز 2 بلس مين بلس الاي. ليه بلس الاي؟ لان روت نيجاتيف 1 عباره عن روت اي سكويرد، وروت اي سكويرد بايه؟ باي. عندي هنا ديفرنس بين تو سكويرز بيديني الفيرست سكويرد ماينس السكند سكويرد. وناخد بالنا ده بنسميه كومبلكس نمبر، وده بنسميه الكونجكت بتاعه، علشان الاختلاف بينهم فقط في الساين بتاعت الايه الايماجينري بارت. طب نكمل ازاي؟ هنقول كده هت ايكوالز هيبقى 4 ماينس اي سكويرد، والاي سكويرد بكام؟ بنيجاتيف 1، يبقى ماينس نيجاتيف 1 ببوزيتيف 1، يبقى تديني 4 بلس ال1 اللي هي كام؟ اللي هي 5. يلا نشوف اللي بعديها. نيجي نبص بعينينا نلاقي عندي باورز عاليه، يبقى لازم اخفض الباور دي الاول، نعملها في الدرافت. عندي اي باور 21 اللي هي كام؟ اي باور 20 بلس ال1 اللي هي اي باور 20 تايمز اي باور 1، دي كده ب1 يديني ايه؟ يديني اي. طيب واي باور 31 ايكوالز كام؟ ايكوالز اي باور 28 بلس مين؟ بلس 3 اللي هي اي باور 28 تايمز اي باور 3، تديني اي باور 3 اللي هي نيجاتيف ايه؟ نيجاتيف اي. يبقى اقدر اشيل دي واحط اي، واشيل دي واحط نيجاتيف اي، يبقى هت ايكوالز معانا هيبقى 2 بلس 3 اي، الكلام ده هنا تايمز 5 ماينس الاي. يلا نعمل ديستريبيوشن، 2 تايمز ال 5 يديني 10، 2 تايمز نيجاتيف اي دي نيجاتيف 2 اي، الكلام ده هيبقى بلس 15 اي ماينس 3 اي سكويرد اللي هي هت ايكوالز هنا 10. نيجاتيف 2 وبوزيتيف 15 يبقى بلس 13i، هنا ماينس 3i سكويرد، i سكويرد نيجاتيف 1 تبقى بلس ايه؟ بلس ال 3، نيجاتيف ايكوالز معانا 10 بلس 3 يبقى 13 بلس ايه؟ 13i. يلا نشوف اللي بعد كده، i تايمز 5 ماينس 3i، هدخل ال i هنا وهنا بالمالتبليكيشن، يبقى هتديني 5i، الكلام ده ماينس 3i سكويرد، i سكويرد بنيجاتيف 1 يبقى هيديني 5i، الكلام ده بلس مين؟ بلس 3. نحط الريل في مكانه يبقى هتيكوالز معانا 3 بلس 5a 5i. يلا هنا 1 ماينس i باور 32. احنا واخدين من شويه ريمارك بتقول لي ايه؟ بتقول لي ان ال 1 بوزيتيف نيجاتيف i باور 2n بتيكوالز معانا بوزيتيف نيجاتيف 2i اللي هو هيطلع الميدل تيرم، الكلام ده باور n. طيب انا عندي هنا نيجاتيف ولا بوزيتيف؟ عندي نيجاتيف، يبقى انا عندي 1 ماينس اي باور 32 هتيكوالز معانا نيجاتيف 2 اي باور كام بقى؟ نعمل 32 ديفايد 2 تديني 16. اوكي الباور عندي ايفن وعندي هنا نيجاتيف ساين، يبقى هتروح معايا، يبقى هيديني 2 باور 16 تايمز اي باور 16، والاي باور 16 ب 1، يبقى هيديني على طول 2 باور كام؟ 16.
تعالوا مع بعضنا نشوف جزئية تانية اللي هي two conjugate numbers. لو أنا عندي complex number a plus bi هنقدر نعرف له conjugate number اللي هو a minus bi. هنلاحظ ايه؟ هنلاحظ ان هما زي بعض بالظبط لكن مختلفين في الساين بتاعة الimaginary parts. اوكي؟ يبقى الاختلاف الوحيد في الساين بتاعة الimaginary لكن الريل بارت زي ما هو مفيش اختلاف في الساين. يعني لو عندي complex number 3 plus 4i مين الكونجكت بتاعه؟ الكونجكت بتاعه يبقى 3 minus 4i. اوكي؟ طيب لو جالي نمبر بالصورة دي 2i minus 5 يعني هو عكس لي حطيت لي الimaginary part مكان الريل بارت يبقى الكونجكت بتاعه عامل ازاي؟ هل اقدر اقول ان الكونجكت هيبقى 2i plus 5؟ لا انا كده غيرت الساين بتاعة الريل بارت. امال نعمل ايه؟ نغير الساين بتاعت الimaginary part يبقى negative 2 minus الايه؟ 5 تفضل minus 5 زي ما هي. طيب النمبر 2i الكونجكت نمبر بتاعه ايه؟ الكونجكت نمبر بتاعه نيجاتيف 2i لان 2i في الاصل عبارة عن 0 بلس الايه؟ ال 2i يبقى الكونجكت بتاعه 0 minus الايه؟ ال 2i ما عنديش ريل بارت. كذلك النمبر 3 الكونجكت بتاعه ايه؟ ال 3 لان هو ال 3 عبارة عن ايه؟ عبارة عن 3 بلس 0i الكونجكت بتاعه هيبقى 3 minus الايه؟ ال 0i ده 3 وده also ايه؟ 3. طب ناخد بالنا لو جينا عملنا sum للنمبر والكونجكت بتاعه هنلاقي ان الimaginary part بيروح يبقى عندي الريل بارت هنا والريل بارت هنا يبقى يديني twice الريل بارت. تمام؟ والبرودكت بتاعهم بيديني دايما real value. بجيبها ازاي؟ بقدر اقول على طول الفيرست سكويرد بلس السكند سكويرد. بتيجي ازاي؟ انا عندي 3 تايمز 3 بيديني 9 3 تايمز نيجاتيف 4i دي نيجاتيف 12i وعندي بوزيتيف 4i تايمز 3 ببوزيتيف 12i يروحوا مع بعض وبعد كده 4i تايمز نيجاتيف 4i بيدي نيجاتيف 16i سكويرد والi سكويرد ده بنيجاتيف 1 يبقى هيديني 9 بلس 16. فدايما واحنا بنحل لما نعمل مالتيبليكيشن للكومبلكس نمبر والايه والكونجكت بتاعه نقول الفيرست سكويرد بلس السكند سكويرد. اوكي؟ طيب يلا نشوف مسألة التراي. بيقول لي رايت الكونجكت اوف 5 ماينس ال 4i يبقى ذا كونجكت از هيبقى 5 بلس ال 4 ايه؟ 4i. غيرنا الساين بتاعت الimaginary part. طيب بعد كده عايز السم اوف ذا نمبر اند اتس كونجكت على طول هيديني توايس الريل بارت يعني 5 ماينس 4i ادي النمبر الكونجكت بتاعه بلس 5 بلس 4i دي تروح مع دي تديني ايه؟ تديني 10. طيب عايز البرودكت هنا 5 ماينس 4i كلام ده تايمز 5 بلس 4i قلنا بنجيبها ازاي بسرعه؟ بنقول الفيرست سكويرد بلس السكند سكويرد 5 سكويرد ب 25 بلس السكند سكويرد اللي هي 4 تبقى ب 16 يديني كام؟ يديني 41. طيب لو عايزين نتاكد اهو 5 تايمز 5 25 5 تايمز بوزيتيف 4i تبقى بوزيتيف 20i وده تايمز ده بنيجاتيف 20i وده تايمز ده بنيجاتيف 16i سكويرد ده يروح مع ده تديني 25 بلس ايه 16 اللي هي كام 41. يبقى احنا هنتفق مع بعضينا اي مساله تجيلي مالتيبليكيشن بتوين كومبلكس نمبر والكونجكت بتاعه تديني الفيرست سكويرد بلس السكند سكويرد. تعالوا مع بعضينا نشوف اكزامبل 5 بيقول لي سمبليفاي تو ذا سمبلست فورم. مسائل السمبليفيكيشن في اغلب الاحوال هتجيلي يا اما باورز للاي كبيره يا اما مسائل ديفيجن زي كده. نتصرف ازاي؟ نعمل مالتيبليكيشن فوق وتحت باي الكونجكت بتاع الدينومينيتور. عندي الدينومينيتور فيه اي الكونجكت بتاعه نيجاتيف اي يبقى اعمل تايمز فوق وتحت باي نيجاتيف اي نيجاتيف اي وعندي تحت نيجاتيف ايه؟ نيجاتيف اي اللي هي هتيكوالز معانا الاتش عندي تحت هيبقى نيجاتيف اي سكويرد وفوق هيبقى 4 تايمز نيجاتيف اي نيجاتيف 4i ونيجاتيف 3i تايمز نيجاتيف i ببوزيتيف 3i سكويرد. الاي سكويرد دي نيجاتيف 1 وعندي نيجاتيف يبقى بوزيتيف 1 يبقى عندي هنا تحت 1 وعندي هنا فوق هيبقى نيجاتيف 4i
وعندي هنا اي سكويرد بنيجاتيف 1 تايمز 3 يديني ايه؟ ماينس الايه؟ ال 3. يبقى هتديني على طول نيجاتيف 3 ماينس 4 اي. يلا اللي بعديها. الكونجكت على طول اللي هو 3 ماينس الاي، يبقى تايمز فوق وتحت، هنا 3 ماينس الاي وعندي هنا 3 ماينس الاي. لو هيديني النمبر والكونجكت بتاعه الفيرست سكويرد بلس السكند سكويرد، حتى لو هنا كان ماينس ماليش دعوه، انا ببص على الكوفيشنت بتاع الايه؟ بتاع الايماجينري بارت. يبقى انا عندي 9 بلس مين؟ بلس ال1. ناخد بالنا 9 بلس 1 يديني 10، وانا عندي 10 هنا فهيروحوا مع بعض. يبقى ما اعملش مالتيبليكيشن هنا لل10 باي الايه؟ التو تيرمز دول، احتفظ بال10. يبقى عندي هنا 10 تايمز 3 ماينس الايه؟ الاي اللي هي هتديني هنا 10، وعندي هنا 3 ماينس الاي ديفايدد ال10، ال10 تروح مع ال10 يديني 3 ماينس الايه؟ الاي. يلا اللي بعديها. الكونجكت عندي 2 بلس 5i، هنا تايمز هنا 2 بلس 5i وعندي هنا 2 بلس 5i اللي هو هيديني هنا ال2 سكويرد ب4، ال5 سكويرد ب25، 3 تايمز 2 يديني 6، 3 تايمز 5 15i يبقى بلس 15i، 2i تايمز 2 يبقى بلس 4i، هنا 2i تايمز 5i يبقى بلس 10i سكويرد اللي هي هتديني ال h، 4 بلس 25 29، هنا 6 بلس 10i سكويرد، ال i سكويرد نيجاتيف 1 تايمز ال 10 يبقى نيجاتيف 10، وعندي هنا 6 يبقى نيجاتيف 4، وعندي هنا 15 بلس ال a بلس ال 4 دي 19 يبقى بلس 19 a اللي هتديني نيجاتيف 4 ديفايدد 29، الكلام ده بلس 19 ديفايدد 29 اي. يلا اللي بعديها. هنا عندي في ملتبليكيشن لازم اعمله الاول فوق وتحت، 2 تايمز ال1 يديني 2، 2 تايمز نيجاتيف اي نيجاتيف 2 اي، اي تايمز ال1 يديني اي، وبوزيتيف اي تايمز نيجاتيف اي بنيجاتيف اي سكويرد. تحت 1 تايمز البراكت ده يبقى هيدي نفس البراكت 3 ماينس 2i، هنا هيبقى بلس 3i ماينس 2i a سكويرد. الاي سكويرد عندي نيجاتيف 1 ده هيديني كده، هيبقى عندي هنا 2، هنا ماينس 2i بلس الاي تبقى ماينس الاي، وعندي الاي سكويرد نيجاتيف 1 وعندي هنا نيجاتيف ساين يبقى بوزيتيف 1. وتحت عندي هنا هيبقى 3 بلس الاي بلس الايه؟ بلس ال2 اللي هي هتديني 2 بلس ال1 يديني 3، يبقى 3 ماينس الاي وعندي تحت 5 بلس الاي. نملتبلاي باي الكونجكت فوق وتحت، يبقى نعمل هنا تايمز هنا 5 ماينس الاي وعندي هنا 5 ماينس الايه؟ الاي اللي هي هتديني الاتي. النمبر مع الكونجكت بتاعه الفيرست سكويرد بلس السكند سكويرد، فيرست سكويرد يعني 25 بلس السكند سكويرد يعني 1، وعندي فوق 3 تايمز ال 5 يديني 15، هيبقى عندي هنا ماينس 3i والكلام ده ماينس ال 5i بلس i سكويرد اللي هو هيديني هنا يبقى 26، وعندي هنا فوق 15، هنا ماينس ال 1 يديني 14، وعندي هنا هيبقى نيجاتيف 8i. ممكن اخد 2 كومن فاكتور، يبقى عندي هنا 7 ماينس 4i ديفايدد كام؟ 26. ده يديني 1 ده يديني 13 اللي هو هيديني 7 ماينس 4i ديفايدد 13 اللي هي تنهي معايا المساله على 7 اوفر ال 13 ماينس 4 اوفر 13i. يلا نشوف مع بعضينا مسائل التراي. بيقول لي سمبليفاي تو ذا سمبلست فور، نبص على المساله ديفيجن، يبقى نعمل على طول تايمز الكونجكت فوق وتحت. يبقى انا عندي هنا 3 بلس 4i ديفايدد 3 بلس 4i اللي هو هيديني الفيرست سكويرد ب 9 بلس السكند سكويرد. هنا في نيجاتيف اه، بس انا ببص على الماجنيتيود بتاع النمبر ده بتاع الايماجينري بارت، هو 4 باخده بوزيتيف 4 يبقى بلس ايه؟ 16. وعندي فوق 2 تايمز 3 يديني 6، يبقى الكلام ده بلس 8i، الكلام ده بلس 3i،
كلام ده بلس 4 اي سكوير اللي هو هيديني هنا 25 4 اي سكوير دي يعني نيجاتيف 4 وعندي هنا 6 يبقى 2 هيبقى 2 بلس 11 اي ديفايد 25 اللي هي 2 ديفايد 25 كلام ده بلس 11 اوفر 25 اي 25 اي. المساله اللي بعد كده يلا نعمل ملتيبليكيشن الاول 2 تايمز 3 اديني 6 2 تايمز الاي 2 اي يبقى بلس 3 اي بلس اي سكوير وعندي تحت هيبقى 6 ماينس 2 اي ماينس 3 اي بلس الاي سكوير اللي هي هتيكوالز معانا هنا 6 ماينس 1 يديني 5 يبقى 5 بلس 5 اي ديفايدد 6 ماينس 1 برضه يديني 5 يبقى 5 ماينس الايه؟ ال 5 اي. طيب انا شايف 5 هنا وهنا 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 ناخدها كومون يبقى يديني هنا 5 تايمز 1 بلس الاي ديفايدد 5 عندي هنا 1 ماينس الايه؟ الاي ده يروح مع ده نعمل تايمز الكونجيجيت يبقى 1 بلس الاي ديفايدد 1 بلس الايه؟ الاي اللي هو هيديني الاتي هنا الاثنين زي بعض يبقى 1 بلس الاي الكل باور كام؟ باور 2 وتحت عندي الفيرست سكويرد بلس السكند سكويرد يبقى 1 بلس 1 اللي هو هيديني ايه هنا؟ هيديني كده هنا هيديني 2 1 بلس اي سكويرد هيديني الميدل تيرم بالساين ديت الميدل تيرم اللي هو 2 اي يبقى هيديني 2 اي باور كام؟ باور ده ديفايد 2 2 ديفايد 2 اللي هي 1 يبقى هتفضل 2 اي وال 2 تروح مع ال 2 يبقى معايا ايه؟ يبقى معايا اي. يلا مع بعضينا نشوف اكزامبل 6 مديني الاكس ومديني الواي وبيقول لي بروف ان الاكس والواي ار تو كونجكت نمبرز وبعد كده بروف ان الاكس سكويرد بلس واي سكويرد ايكوالز الايه 16 والمساله دي بتتكرر كتير. اول حاجه نعمل ايه؟ اعمل سمبليفيكيشن للاكس والواي. انا عندي الاكس عندي هنا بتيكوالز كام؟ 7 ماينس الاي ديفايدد 2 ماينس الاي نعمل تايمز الكونجكت يبقى 2 بلس الاي divided 2 بلس الايه؟ الاي اللي هتديني الاتي الفيرست سكويرد ب 4 بلس السكند سكويرد ب 1 يبقى 4 بلس الايه؟ بلس ال 1 وعندي هنا 7 تايمز 2 14 يبقى 14 الكلام ده بلس 7 اي هنا ماينس 2 اي ماينس اي ايه؟ سكويرد اللي هتيكوالز معانا عندي هنا 5 هنا 14 وعندي هنا نيجاتيف اي سكويرد نيجاتيف اي سكويرد يبقى نيجاتيف نيجاتيف 1 اللي هي بوزيتيف 1 يبقى 14 بلس 1 تديني 15 وعندي هنا هيبقى بلس 5 ايه بلس 5 اي ناخد ال 5 كومون يبقى معايا 3 بلس الاي ديفايدد ال 5 ده تروح مع دي كده يبقى انا عندي الاكس عندي هتيكوالز كام؟ هتيكوالز 3 بلس مين؟ بلس الاي. المسائل دي انا بعتبرها مضمونه لان هو بيقول لك بروف ان هم كونجكت يبقى لازم الواي تطلع معايا 3 ماينس الاي لو ما طلعتش كده يبقى انا غلطان يا اما في الاكس يا اما في الواي. يلا نعمل سمبليفيكيشن للواي الواي عندي هتيكوالز 13 ماينس اي ديفايدد 4 بلس مين بلس الاي يلا نعمل تايمز الكونجكت وعندي هنا 4 ماينس الاي وعندي هنا 4 ماينس الاي الفيرست سكويرد ب 16 السكند سكويرد ب 1 13 تايمز ال 4 ب 52 يبقى 52 الكلام ده ماينس 13 اي ماينس 4 اي الكلام ده بلس اي سكويرد اللي هتديني 16 بلس ال 1 تديني 17 52 ماينس ال 1 تديني 51 يبقى 51 هنا ماينس 17 اي ناخد ال 17 كومون 51 divided 17 هيديني 3 ماينس الايه الاي وعندي هنا الايه 17 دي تروح مع دي يبقى هتديني 3 ماينس الايه الاي يبقى سينس ان الاكس ايكوالز 3 بلس الاي والواي عندي هتيكوالز 3 ماينس الاي زين الاكس اند الواي ار تو كونجكت نمبرز ار تو كونجكت نمبرز. بعد كده بيقول لي بروف ان الاكس سكويرد بلس واي سكويرد ايكوالز 16 يلا نجيب الاكس سكويرد الاكس سكويرد هتيكوالز
3 بلس الاي سكويرد اللي هي الفيرست سكويرد اللي هي 9 بلس توايس الفيرست تايمز السكند يبقى 6 اي. الكلام ده هيبقى بلس اي سكويرد اللي هي ماينس ال1 اللي هي 8 بلس الايه ال6 اي. يلا نشوف الواي سكويرد اللي هي 3 ماينس الاي سكويرد هيدي 9 ماينس 6 اي ماينس ال1 اللي هي 8 ماينس الايه ال6 اي. يلا نعمل لهم سام. يبقى انا عندي الاكس سكويرد بلس الواي سكويرد هتيكوالز معايا 8 بلس 6 اي. الكلام ده بلس ال8 ماينس 6 اي ده هيروح مع ده هيديني كام؟ يديني 16. يلا نشوف مساله التراي. بيقول لي بروف ان الاي والبي ار تو كونجكت نمبرز ومديني الاي والبي. يبقى هنعمل سمبليفيكيشن للاي والبي. الاي عندي عباره عن 1 ماينس ال2 اي ديفايدد 1 ماينس 3 اي اي. نعمل ملتيبليكيشن باي الكونجكت فوق وتحت يبقى تايمز 1 بلس 3i divided 1 plus a 3i اللي هتديني ال h تحت ال first squared plus ال second squared على طول يبقى 1 plus ال 9 وفوق 1 times ده يديني 1 plus 3i وعندي هنا negative 2i وعندي هنا هيبقى negative 6i squared اللي هت equals عندي تحت يديني 10 وعندي فوق هنا 1 plus 6 يديني 7 يبقى 7 بلس الاي بلس الاي اللي هتيكوالز معانا 7 اوفر ال10 بلس 1 اوفر 10 اي اي. طبعا انا متوقع ان البي هيطلع زي ده بس هنا نيجاتيف ساين. طيب يلا البي. البي عندي بتيكوالز الايه هنا 2 ماينس الاي وعندي هنا 3 ماينس الاي. الكلام ده هيبقى تايمز 3 بلس الاي وعندي هنا 3 بلس الاي اللي هتديني هنا عندي 9 بلس ال 1 وعندي هنا هيبقى ال 6 بلس 2i نيجاتيف 3i ماينس i سكويرد اللي هتيكوالز عندي هنا 10 وعندي هنا 6 بلس ال 1 يديني 7 وعندي 2i ماينس 3i يديني نيجاتيف الايه نيجاتيف ال i اللي هتديني 7 اوفر ال 10 minus 1 over 10 a i. يبقى واضح جدا ان ال a وال b are two conjugate numbers. لو عجبكم الفيديو ياريت تعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك ولينك الصفحة موجود في الديسكريبشن بتاع الفيديو. تعالوا مع بعضينا نشوف الاكسرسايز اللي على الليسون. اول اكسرسايز بيقول لي put each of the following in the simplest form. هنا i power 24. ال 24 multiple لل 4. يعني معنى كده ان جواها مجموعة من ال i power 4 وما فيش عندي اي remainder. وبالتالي هت equals 1 على طول. طيب هنا i power 26 دي هت equals ايه؟ عبارة عن i power 24 plus mean plus 2 اللي هي i power 24 times i power 2 اللي هتديني i باور 2 اللي هي ايه اللي هي نيجاتيف 1. ليه؟ علشان i باور 24 بكام؟ ب 1. طب لو عايزين نستعمل الكالكوليتر في المسائل اللي زي دي 26 اللي معملها ديفايدد 4 على الكالكوليتر هيديني كام؟ هيديني 6 بوينت كام؟ بوينت 5. احنا اتفقنا ان الفراكشنز لو ظهر بوينت 5 معنى كده ان الاجابه بتاعتي i سكويرد. يبقى انا لما اجي اشتغلها على طول بالكالكوليتر هقول كده i باور 26 هت ايكوالز i باور 2. ليه قلت i باور 2؟ عشان تطلع لي على الكالكوليتور ريميندر 0.5 وبعد كده اقول ايكوالز كام؟ ايكوالز نيجاتيف ايه؟ نيجاتيف 1. اللي بعديها i باور 43 دي اللي هي عباره عن i باور 40 بلس مين بلس 3 اللي هي هتيكوالز i باور 40 تايمز i باور 3 والi باور 41 يبقى هتديني i باور 3 والi باور 3 اللي هي نيجاتيف ايه؟ نيجاتيف الi. طب عايزين نعملها على الكالكوليتور هنقول كده 43 divided ال 4 هتديني كام؟ هتديني 10 بوينت كام؟ 75. الفراكشن 0.75 ده معناه ان الريميندر عندي ال 3. يبقى على طول هنقول لو انا هحلها على الكالكوليتور هقول كده i باور 43 هتيكوالز معانا i باور 3 اللي هتيكوالز نيجاتيف ايه؟ نيجاتيف i. يلا اللي بعدها i باور نيجاتيف 43. لما يكون عندي نيجاتيف باور لازم اعمل ملتيبيكيشن باي
I raised لبوزيتيف باور جريتر ذان ده علشان نقدر نحول المسألة من النيجاتيف باور للبوزيتيف باور. يبقى هنا هنعمل ملتبليكيشن باي I باور 44 اللي هتدينا كام؟ I باور نيجاتيف 43 بلس ال 44 اللي هي I باور كام؟ باور 1 اللي هي I. طيب لو عايزين نعملها على الكالكوليتور ازاي اجيب ال 44؟ لو واحد مثلا مش قوي في التيبل ان ممكن تجي نمبرز كبيره، هنقول كده 43 ديفايدد مين؟ ديفايدد ال 4 هيديني كام؟ 10.75. ناخد الانتجر بارت اللي هو ال 10 ونزود عليه 1 يديني كام؟ يديني 11. ال 11 دي اعمل لها تايمز 4 تديني كام؟ تديني 44. يبقى هو ده الباور اللي لازم اعمل له ملتبليكيشن باي الباور ده عشان يرميني في البوزيتيف ريشو. طيب يلا هنا اي باور نيجاتيف 30، اللي حافظين التيبل هيعرفوا ان اقرب مالتيبل عندي يدخلني في البوزيتيف ريجون اللي هي 32. يبقى هنعمل تايمز اي باور 30 ايه؟ 32 اللي هي اي باور نيجاتيف 30 بلس 32 اللي هي هتديني اي باور كام؟ باور 2 اللي هي نيجاتيف 1. يلا اللي بعديها اي باور نيجاتيف 100، ال 100 مالتيبل اوف 4 على طول تديني 1، مش محتاجه بقى اعملها ان انا اوديها البوزيتيف ريجن، ان انا هعمل تايمز اي باور 100 ونيجاتيف 100 بلس ال 100 تديني 0 واي حاجه باور 0 ب 1. يلا هنا 1 اوفر اي باور 4، الاي باور 4 ب 1 يبقى كانها 1 ديفايدد 1 اللي هي كام؟ اللي هي 1. هنا 1 اوفر اي باور 15، الاي باور 15 اللي هي اي باور نيجاتيف 15 نعمل لها تايمز اي باور 16 تديني ايه؟ تديني اي باور 1. بعد كده ان شاء الله ممكن نحل بسرعه. طيب هنا 1 over i power 211 اللي هتديني i power negative 211. عايزين نوصل بيها البوزيتيف باور، مين اول باور المفروض ان هو اكبر من ده ومالتيبل اوف 4؟ احنا عارفين ان الديفيزابيلتي باي 4 لازم يكون اول 2 بليسز ديفيزابل باي 4، يعني عندي هنا 11 يبقى اكيد 212 ده هيكون ديفيزابل باي 4 علشان ال 12 في تيبل 4. يبقى هنعمل تايمز i باور 212 اللي هي هتديني كام؟ هتديني اي باور نيجاتيف 211 بلس 212 اللي هي اي باور كام؟ اي باور 1. ولو عايزين نعملها على الكالكوليتر هنعمل كده 211 ديفايدد مين؟ ديفايدد 4 هتديني كام؟ هتديني 52.75. ناخد الانتجر بارت نزود عليه 1 يبقى 53، نعمل ال 53 تايمز ال 4 تديني كام؟ 212. يلا نشوف السؤال اللي بعد كده. بيقول لي if n is an integer write each of the following in the simplest form. i power 8n، ال 8 عندي multiple of 4 يبقى على طول دي كلها هتديني 1. ليه؟ لان ال n ده integer. طيب عايزين نفسرها اكني بثبتها، هنقول كده i power ال 8 عباره عن ايه؟ 2 times 4 يبقى 2 times 4 4 8 4n كلهم عملهم multiplication، من حق اقول 2 times 4n اللي هي هت equals ايه بقى؟ لما يكون عندي 2 باورز معملهم ملتبليكيشن يبقى اكن الباور ده ريزد للباور ده او العكس، يبقى دي اكنها اي باور 4n والاوفر باور كام؟ باور 2. ال 4n دي مالتيبل للايه؟ لل 4، يبقى دي كلها ب 1 يبقى اكنها 1 باور 2 ويتش از الايه؟ ال 1. اللي بعديها هنا اي باور 4n بلس 42 اللي هي اي باور 4n الكلام ده تايمز اي باور 42 دي كده خلاص ب 1 يبقى هيديني اي باور 42 اللي هي 40 بلس الايه؟ ال 2 اللي هي اي باور 40 الكلام ده تايمز اي باور 2 دي تديني 1 اللي هي اي باور 2 اللي هي نيجاتيف ال 1. اللي بعديها دي هتديني اي باور 12 ان الكلام ده تايمز اي باور 3، اي باور 12 ان ب 1 يبقى هتديني اي باور 3 اللي هي نيجاتيف الاي. اللي بعديها اي باور 8n ماينس 3 هتديني اي باور 8n تايمز اي باور نيجاتيف 3، اي باور 8n ب 1 يبقى هتديني اي باور نيجاتيف 3 نعمل لها تايمز اي باور 4 عشان تدخلني في البوزيتيف ريجون يبقى هتيكوالز معايا اي باور ايه؟ باور 1 اللي هي اي. كويتشن 3 بيقول لي سمبليفاي ايتش اوف ذا فولوينج روت نيجاتيف 15، النيجاتيف 15 مش ديفايند اندر الروت يبقى لازم نحولها لكومبلكس نمبر اللي هي هتبقى روت 15 اي سكويرد، وطبعا ال 15 مفيش جواها اي بيرفكت سكوير فهتفضل زي ما هي يبقى هتديني روت 15 اي. اللي بعديها
root 2 times root negative 8. الروت ده لما يجي يبص تحتي يلاقي negative number، يبقى الفانكشن دي كده عندي undefined. يبقى ما ينفعش ان انا اقول، ما ينفعش ان انا اقول root 2 times negative 8 كده غلط. امال نعمل ايه؟ لازم احول الاول root negative 8 لكمبلكس نمبر. يبقى هتديني كده root 2 هتبقى times root 8 i squared. نحل واحدة واحدة اهو. ال 8 ديت جواها perfect square اللي هو ال 4، يعني ال 8 عبارة عن 4 times 2. ال 4 دي روت يأثر عليها يطلعها بره هنا بكام؟ ب 2. يبقى دي عبارة عن روت 2 الكلام ده تايمز 2 ويبقى تحت الروت 2 وعندي الاي بره، لان الروت لما هيأثر على اي سكوير دي يخليها لي اي. طيب روت 2 تايمز روت 2 يديني 2، تايمز 2 يديني 4، يبقى دي تديني 4 اي. يلا اللي بعديها، ما ينفعش ان انا اقول روت نيجاتيف 18 تايمز نيجاتيف 12، ما ينفعش. لازم اشتغل على دي نحولها كومبلكس وكذلك دي، يبقى هت ايكوالز كده روت 18 اي سكويرد تايمز روت 12 اي سكويرد. طب ال 18 دي عباره عن ايه؟ عباره عن 9 تايمز 2 وال 12 4 تايمز 3 اللي هو هيديني هنا هيبقى 3 روت 2 اي. الكلام ده هيبقى تايمز 2 روت 3 اي اللي هت ايكوالز 3 times 2 يديني 6. هنا من حقي بقى اقول root 2 times root 3، اعمل 2 times 3 تحت الروت عشان الاثنين positive number، يبقى هنا root ايه؟ root 6. وعندي times i squared، ال i squared اللي هي بايه؟ ب negative 1، يبقى ده هي equals معايا negative 6 root 6. يلا اللي بعديها 3i times negative 2i اللي هي هت equals negative ينزل 3 times 2 يديني 6 i squared، وال i squared ب negative 1 تروح مع النيجاتيف دي يديني ايه؟ يديني 6 على طول. يلا هنا نيجاتيف تايمز نيجاتيف بوزيتيف 4 تايمز 6 يديني 24 اي سكويرد، والاي سكويرد بنيجاتيف 1 يبقى نيجاتيف 24. يلا هنا ناخد بالنا بقى ال 3 ديت تأثر على النيجاتيف ده يفضل معايا موجود لسه، يبقى النيجاتيف هنا موجود معايا. ال 3 لما تأثر على ال 2 يبقى انا عندي هنا 2 باور كام؟ باور 3. وال3 عندي هنا لما هتأثر على الاي يبقى اي باور كام؟ باور 3. تمام؟ الكلام ده هيبقى تايمز. عندي الايفن باور ده لما هيأثر على النيجاتيف ساين دي هيخليها لي بوزيتيف مش هنكتبها، وعندي هنا 2 لما تأثر على 3 هيديني هنا 3 باور كام؟ باور 2 تايمز اي باور كام؟ باور 2. اوكي؟ الاي باور 2 بنيجاتيف 1 وعندي نيجاتيف هنا يبقى الايه؟ يبقى بوزيتيف. 2 باور 3 ب 8، الاي باور 3 بنيجاتيف اي، وعندي هنا 3 باور 2 بكام؟ ب 9، يبقى هت ايكوالز معايا نيجاتيف 72 اي. يلا اللي بعديها بيقول لي فايند ذا ريزلت اوف ايتش اوف ذا فولوينج ان سمبلست فورم. اول واحده اديشن عادي خالص، يعني ممكن نشيل البراكتس ديت، يبقى هت ايكوالز معايا هنا 3 بلس 2 اي، الكلام ده بلس 2 ماينس 5 ايه؟ 5 اي. 3 بلس 2 يديني 5، 2i minus 5i يديني negative 3i. نيجي اللي بعديها، في عندي subtraction، يبقى هنغير الساين للايه؟ للتو تيرمز دول، ودي هت equals معانا كده 12 وظبط دي بالمره minus 5i باور ال 17 عباره عن 16 plus 1. الكلام ده هيبقى minus minus 7 plus root 81i squared اللي هي هت equals معانا الاتي. عندي هنا 12 كلام ده ماينس 5 اي باور 16 تايمز اي باور 1، هنا ماينس 7 هنا هيبقى بلس روت ال 81 ب 9 وروت الاي سكويرد ب اي يبقى 9 اي. دي كده عندي ب 1 اللي هي الاي باور 16، يبقى ده عندي هنا في نيجاتيف 5 اي وعندي هنا 9 اي ببوزيتيف 4 اي، وعندي هنا 12 ماينس 7 تديني 5. المساله اللي بعديها برضو اديشن، ناخد بالنا من نيجاتيف ساين دي عشان هتغير كل اللي جوه البراكت ده وكذلك النيجاتيف ساين دي، يعني هت ايكوالز معانا كده هيبقى 2 ماينس 1، النيجاتيف يخش هنا يبقى نيجاتيف 1 ويخش هنا يبقى بوزيتيف 2 اي، يبقى بلس 2 اي. الكلام ده هيبقى بلس 4 ماينس 5 اي، الكلام ده هيبقى ماينس 1 بلس 3 ايه؟ 3 اي اللي هت ايكوالز معانا.
2 minus 1 يديني 1 plus 4 تديني 5 minus 1 تديني 4 وعندي 2i و 3i 5i وعندي negative 5i يبقى ما فيش عندي imaginary part يبقى المسألة عندي تديني 4. اللي بعديها عملية multiplication نظبط بس البراكت ده هيبقى عندي هنا 2 بلس نحل بقى على طول هيبقى 3i. ليه؟ لأن دي أكنها 9i squared root 9i squared ب 3i هيبقى times 3 minus الـ 4i. نعمل ده الأول times ده وبعد كده ده times ده وبعد كده ناخد ده times ده وده times ده هتدينا الـ h. 2 times 3 يديني 6 2 times negative 4i ب negative 8i الكلام ده هيبقى plus 9i و 3i times negative 4i ب negative 12i squared اللي هي هتبقى 6 الاثنين دول هيدوني i وعندي negative 12i squared ب positive 12 اللي هي 18 plus i. المسألة اللي بعد كده عندي 2 complex number لما نيجي نبص بعينينا نلاقي ان ده conjugate لده يبقى البرودكت عندي بيطلع ايه؟ بيبقى ال first squared plus ال second squared يبقى على طول تديني 16 بلس ال 9 اللي هي كام؟ 25. اللي بعديها نفك البراكت ال first squared ب 4 times twice ال first times ال second يبقى negative 2 times 2 يديني 4 times 5 يديني 20 يبقى 20i الكلام ده ال second squared اللي هي positive 25i squared اللي هي هت equals ال 8 هيبقى 4 minus 20i الكلام ده minus ال 25 4 minus 25 ب negative 21 و negative 21 minus ايه 20i. اللي بعديها نفك البراكت ده الاول هيبقى 9 twice ال first times the second 2 times the 3 يديني 6 times the 2 يديني 12 يبقى minus 12i الكلام ده هيبقى plus 4i squared ده نحطه عادي خلاص عشان في عندي هنا positive sign يبقى بلس ال 3 بلس 2i ده هيديني نيجاتيف 4 يبقى عندي 9 ماينس ال 4 يديني 5 بلس 3 يديني 8 وعندي هنا نيجاتيف 12 بلس 2 يديني نيجاتيف 10i. اللي بعديها 1 بلس i باور 4 خدنا قاعده بتقول ان 1 بوزيتيف نيجاتيف i باور 2n بتديني الميدل تيرم اللي هو بوزيتيف نيجاتيف 2i باور n باور ده ديفايدد 2 يعني ممكن على طول نقول ان ده هيكوالز معانا بوزيتيف 2i باور كام 4 ديفايدد 2 يديني 2 اللي هي 2 باور 2 تايمز i باور 2 اللي هي هتديني نيجاتيف 4. اللي بعديها ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن 1 بلس الi باور 4 لان روت نيجاتيف 1 باي الكلام ده ماينس هيبقى 1 ماينس الاي باور كام باور 4 نطبق الرول اللي احنا خدناه هيديني الميدل تيرم اللي هو ال 2i هنا باور 4 هنا ماينس هنا نيجاتيف 2i باور 4 ليه نيجاتيف عشان الساين هنا نيجاتيف ليه هنا بوزيتيف عشان الساين هنا ايه بوزيتيف. طيب 2i باور 4 ماينس نيجاتيف 2i باور 4 اوعى حد يقول لي ده هيروح مع ده لا انا عندي نيجاتيف ساين يبقى دي هتيكوالز الاتي هنا هيبقى 2 باور 4 تايمز i باور كام باور 4 الكلام ده ماينس عندي هنا النيجاتيف ساين هنا باور 4 يبقى هيتحول لبوزيتيف يبقى عندي هنا 2i باور 4 اللي هي 2 باور 4 تايمز i باور 4 ده يروح مع ده يديني ايه يديني 0. يلا اللي بعديه 1 minus i باور 10 اللي هي نيجاتيف 2i باور 5 اللي هي هتيكوالز الاتي النيجاتيف باور 5 هيرمينز معايا يفضل موجود يبقى نيجاتيف 2 باور 5 تايمز i باور 5 i باور 5 اللي هي i يبقى هيديني نيجاتيف 32i. يلا اللي بعديها نفك الاي سكوير تبقى ايه تبقى نيجاتيف 1 يبقى دي هيكوالز معايا 1 ماينس ال 2 الكلام ده تايمز هيبقى 2 بلس هنا هيبقى 3i الكلام ده بلس ال 4 i باور 6 اللي هي i سكويرد اللي هي هتديني الاتي 1 ماينس 2 بنيجاتيف 1 وعندي هنا هيبقى 2 بلس 3i
عندي الاي سكويرد بنيجاتيف 1 تبقى ماينس الايه ماينس الفور اللي هات ايكوالز عندي نيجاتيف ساين وعندي هنا 2 ماينس الفور بنيجاتيف 2 يبقى نيجاتيف 2 بلس 3 اي اللي هي 2 ماينس الايه 3 اي. الاكسرسايز اللي بعد كده بيقول لي بوت ايتش اوف ذا فولوينج ان ذا فورم اي بلس بي اي. في النوعيه دي من المسائل هنعمل تايمز فوق وتحت بوايل كونجكت، يبقى انا هنعمل تايمز نيجاتيف 7 اي ديفايدد نيجاتيف 7 اي 7 اي اللي هتديني ده تايمز ده يديني ده سكوير يبقى 49 على طول. هنا 4 تايمز نيجاتيف 7 اي نيجاتيف 28 اي الكلام ده هيبقى بوزيتيف 35 اي سكوير اللي هي ايكوالز هنا هيبقى نيجاتيف 28 اي الكلام ده ماينس ال 35 ديفايدد ال 49 اللي هي ايكوالز معانا ناخد نيجاتيف 7 كومن فاكتور يبقى معايا 4 اي بلس ال 5 ديفايدد كام ال 49 ده يديني 1 ده يديني هنا ال 7 هتديني نعكس اللي فوق تبقى نيجاتيف 5 ماينس 4 اي ديفايدد 7 اللي هي نيجاتيف 5 اوفر 7 ماينس 4 اوفر 7 اي اي. السؤال اللي بعديها هنعمل تايمز هيبقى 3 بلس 2 اي ديفايدد 3 بلس ال 2 اي اللي هو هيديني هنا الفيرست سكوير تايمز السكند سكوير يبقى 9 بلس ال 4 وعندي فوق 26 تايمز 3 6 تايمز 3 يديني 18 8 اند وي هاف 1 2 تايمز 3 يديني 6 و1 يديني 7 الكلام ده هيبقى بلس 52 اي الكلام ده هيكوالز معايا 78 بلس 52 اي ديفايدد كام ديفايدد 13. نحس كده في المساله ان فيها كومن فاكتور 13 يلا نجرب هنلاقي ان فعلا ال 78 عباره عن 13 تايمز ال 6 يبقى ناخد كده 13 يبقى انا عندي 6 بلس كام هنا هيبقى بلس 4 اي ديفايدد الايه 13 ده يروح مع ده تاني معايا المساله على 6 بلس ال 4 اي. المساله اللي بعديها هنعمل تايمز في الكونجكت يبقى 3 ماينس الاي وتحت 3 ماينس اي اللي هتديني الفيرست سكويرد ب 9 السكند سكويرد ب 1 هنا عندي 2 تايمز 3 يديني 6 الكلام ده هيبقى ماينس 2 اي الكلام ده ماينس 9 اي الكلام ده هيبقى بلس 3 اي سكويرد اللي هي ايكوالز هنا يديني 10 عندي هنا نيجاتيف 2 اي ونيجاتيف 9 اي نيجاتيف 11 اي يبقى 6 ماينس 11 اي الكلام ده هيبقى ماينس كام ماينس 3 اللي هي هتديني 6 ماينس 3 تديني 3 يبقى 3 ماينس 11 اي ديفايدد 10 اللي هي 3 اوفر 10 ماينس 11 اوفر 10 اي. السؤال اللي بعديها نعمل تايمز فوق وتحت بقى الكونجكت برضو بهنا 5 بلس 2 اي وعندي هنا 5 بلس 2 اي اللي هي ايكوالز الفيرست سكويرد ب 25 السكند سكويرد ب 4 3 تايمز ال 5 15 3 تايمز 2i 6i 4i تايمز 5 20i وعندي 4i تايمز 2i ببوزيتيف 8i سكويرد اللي هي ايكوالز هنا يبقى 29 وعندي هنا هيبقى 15 هنا بلس 26i الكلام ده ماينس الاي ماينس ال8 اللي هي ايكوالز معانا عندي هنا 29 وعندي فوق 15 ماينس ال 8 يديني 7 يبقى 7 بلس 26 اي مفيش اي كومنز عندي يبقى 7 ديفايدد 29 الكلام ده بلس 26 ديفايدد 29 اي اي. السؤال اللي بعديها في عمليه ملتيبليكيشن تتعمل فوق الاول يبقى ايكوالز ال 8 هنا 3 الاول بلس الاي وعندي هنا 3 تايمز 2 يديني 6 هيبقى ماينس 3 اي الكلام ده بلس 4i minus 2i squared اللي هي هتيكوال يبقى 3 بلس الاي وعندي فوق هنا هيبقى 6 بلس الاي بلس 2 اللي هي 8 بلس الاي ديفايدد 3 بلس الاي واشتغل على دي اللي هي هتيكوالز الاتي
هنا 3 بلس الاي وعندي هنا 8 بلس الاي تايمز 3 ماينس الاي وعندي هنا 3 ماينس الاي اللي هي ايكوالز هنا يبقى 9 بلس ال1 وعندي 4 8 تايمز 3 دي 24 هيبقى ماينس 8i بلس 3i ماينس i سكوير اللي هي عندي هنا 10 24 ماينس 5i هيبقى بلس ال1 اللي هي هتديني 24 بلس ال1 25 يبقى 25 ماينس 5a 5i ناخد ال5 كومن من فوق يبقى 5 عندي هنا 5 ماينس الاي ديفايدد 10 ده يديني 1 ده يديني 2 ده ايكوالز معايا 5 ديفايدد 2 الكلام ده ماينس ال1 اوفر 2i. المساله اللي بعديها زي المساله دي بالظبط اعمل الملتيبيكيشن الاول فوق بس دي اسهل شويه لان انا عندي هنا النمبر والكونجكت بتاعه يبقى الفيرست سكويرد بلس السكند سكويرد ديفايدد هنا 3 ماينس 4i اللي هي 10 ديفايدد 3 ماينس 4i نعمل تايمز فوق وتحت في الكونجكت يبقى انا عندي هنا 3 بلس 4i وعندي هنا 3 بلس 4i اللي هي هت ايكوالز الفيرست سكويرد ب 9 السكند سكويرد ب 16 وعندي فوق هيبقى 10 تايمز 3 بلس 4i اللي هي هت ايكوالز هنا 10 تايمز 3 بلس 4i وعندي تحت 25 10 ديفايدد 5 يديني 2 و 25 ديفايدد 5 يديني 5 اللي هي هت ايكوالز 2 تايمز 3 يديني 6 ديفايدد 5 يبقى 6 ديفايدد 5 الكلام ده بلس 8 ديفايدد 5 اي اي المساله اللي بعد كده نفك ده الاول هيبقى عندي هنا 1 الفيرست بلس توايس الفيرست تايمز السكند يبقى 4 اي الكلام ده هيبقى بلس 4 اي سكويرد اللي هي هت ايكوالز هنا 1 يبقى 1 بلس 4i كلام ده ماينس ال 4 اللي هي هنا 1 وعندي هنا نيجاتيف 3 بلس 4i نعمل تايمز الكونجكت يبقى انا عندي هت ايكوالز 1 وعندي هنا ماينس ال 3 بلس 4i تايمز ماينس 3 هنا خد بالنا انا بغير هنا ما بغيرش هنا هيبقى ماينس 4i وديفايدد ماينس 3 ماينس 4i اللي هي هت ايكوالز الفيرست سكويرد بلس السكند سكويرد ماليش دعوه بالنيجاتيف ساين دي خالص يعني الفيرست هعتبره 3 يبقى السكويرنج بتاعه 9 بلس 16 طب وفوق هيبقى 1 تايمز ده نيجاتيف 3 ماينس 4i اللي هي عندي هنا 25 وعندي هنا ماينس 3 ماينس 4i اللي هي نيجاتيف 3 ديفايدد 25 وعندي هنا ماينس 4 ديفايدد 25ai اللي بعديها نسمبليفاي الاي سكويرد والاي باور 3 الاول يبقى انا عندي هنا 1 بلس الاي هنا هيبقى نيجاتيف 2 هنا هيبقى نيجاتيف 2i لان الاي باور 3 بنيجاتيف i نيجاتيف 2ai وعندي هنا هيبقى 1 ماينس 5i وهنا هيبقى نيجاتيف 3 وعندي بوزيتيف 3i ليه؟ لان الاي باور 3 بنيجاتيف i اوكي؟ اللي هت ايكوالز عندي هنا 1 ماينس 2 بنيجاتيف 1 وعندي هنا i ماينس 2i بنيجاتيف i هنا 1 ماينس 3 بنيجاتيف 2 وعندي نيجاتيف 5i وبلس 3i بنيجاتيف 2i ناخد بالنا ان احنا ممكن نعمل تايمز الكونجكت لكن لو بصينا بعينينا نلاقي عندي هنا 2 وهنا 2 ممكن اخدها كومن وهنلاحظ ان اللي هيتبقى معايا هيبقى زي ده بالظبط يبقى انا وفرت على نفسي كتير جدا اللي هي هت ايكوالز معناها كده هيبقى نيجاتيف 1 ماينس i وعندي هنا هيبقى 2 تايمز لما اخد من هنا 2 يبقى عندي نيجاتيف 1 ماينس الاي الاي يبقى ده يروح مع ده يبقى معايا 1 اوفر كام 1 اوفر 2 طيب اللي بعديها لما اجي اشتغل على المساله دي في الاول ما ينفعش اشتغل على روت وتحتيه نيجاتيف نظبط دي الاول يبقى هت ايكوالز كده هنا هيبقى 2 روت 3 الكلام ده هيبقى بلس روت 8i وتحت هيبقى روت 3 كلام ده ماينس روت 18i اللي هي هت ايكوالز 2 روت 3 روت 8 اللي هي 4 تايمز 2 وال 4 تطلع بره ب 2 يبقى بلس
2 root 2i. وعندي هنا هيبقى root 3. ال 18 عندي ب 9 times 2 9 تطلع بره ب 3. يبقى minus 3 root 2i. نعمل times الكونجكت فوق وتحت. يبقى انا عندي هنا root 3. الكلام ده plus 3 root 2i. وعندي هنا root 3 plus 3 root 2a 2i. اللي هي equals. الفيرست سكويرد بلس السكند سكويرد يبقى 3. الكلام ده بلس 3 روت 2 سكويرد. 3 سكويرد ب 9. روت 2 سكويرد ب 2 يبقى 9 تايمز 2 ب 18. يبقى 3 بلس ال 18. وعندي فوق هيبقى ال 8. هنكبر دي شويه. 2 روت 3 تايمز روت 3. روت 3 تايمز روت 3 ب 3 يبقى 2 تايمز 3 اديني 6. الكلام ده هيبقى بلس 2 تايمز ال 3 ب 6 وروت 3 تايمز روت 2 بروت 6 يبقى 6 ايه؟ روت ال 6. وعندي هنا الاي تنزل. الكلام ده هيبقى بلس عندي هنا 2 روت ال 6i. وعندي هنا هيبقى بلس 2 تايمز 3 ب 6 يبقى 6 تايمز ال 2 ب 12 يبقى 12i سكويرد. الكلام ده هيكوالز معايا عندي تحت 3 بلس ال 18 ب 21. وعندي هنا 6 هنا ده نيجاتيف 12 يبقى نيجاتيف 6. الكلام ده هيبقى بلس 8 روت ال 6i اللي هتيكوالز معانا هنا نيجاتيف 6 ديفايدد ال 21. الكلام ده بلس 8 روت 6i ديفايدد ال 21. هنا ده ديفايدد 3 يديني 2 ديفايدد 3 يديني 7 اللي هتيكوالز نيجاتيف 2 اوفر 7 بلس هنا عندي 8 روت 6 ديفايدد 21i. الاكسرسايز اللي بعد كده بيقول لي سولف ايتش اوف ذا فولوينج ايكويشنز ان ذا سيت اوف كومبلكس نمبرز. هنا لما نيجي نشتغل هنلاقي ان بيطلع لي روت نيجاتيف نمبر وبالتالي بضطر احول لكومبلكس واجيب الايه الفاليو بتاعت الاكس. يلا هنا نودي ال 12 هنا بالنيجاتيف يبقى 3 اكس سكويرد ايكوالز كام؟ نيجاتيف 12 ديفايد اوفر 3. يبقى انا عندي الاكس سكويرد ايكوالز نيجاتيف 4. يبقى انا عندي الاكس سكويرد ايكوالز 4i سكويرد. يبقى انا عندي الاكس هت ايكوالز بوزيتيف نيجاتيف root 4i squared اللي هي positive negative 2i. وبالتالي solution set هت equals معانا 2i و negative 2i. اللي بعديها نفس الكلام هنودي ده بالنيجاتيف sign. يبقى عندي ال 4x squared هت equals 75 minus 100. يعني ال 4x squared equals negative 25. يبقى ال x squared هت equals معانا negative 25 divided كام؟ divided ال 4. ممكن نقول على طول يبقى ال x هت equals positive negative root negative 25 over ال 4 اللي هت equals على طول positive negative 5 over 2a i. يبقى solution set عندي هت equals 5 over 2i و negative 5 over 2i. المسألة اللي بعد كده a times a يديني ال 5 والسام يديني ال 4. طبعا مفيش اي فاكتورز هتعمل كده. يبقى هنعرف ال a وال b وال c ونحلها جنرال فورمولا. ال a عندي equals 1 ال b عندي equals negative 4 وال c عندي equals كام؟ equals 5. x1 و x2 equals معنا negative b positive negative root b squared minus 4ac divided to a اللي هي equals negative b يعني negative negative 4 تبقى 4 positive negative root b squared negative 4 squared ب 16. الكلام ده minus minus 4 times a عندي ب 1 times c عندي بكام؟ ب 5 divided to a 2 times 1 بيديني ايه؟ تديني 2 اللي هي هتديني هنا عندي 4 هيبقى positive negative root 16 minus 20 بnegative 4 divided كام؟ divided 2 اللي هي هت equals معانا هيبقى 4 positive negative 2i. ناخد ال 2 common من فوق يبقى عندي هنا 2 positive negative i divided 2 دي تروح مع دي يبقى معايا 2 plus minus الـ a الـ i. يبقى solution set عندي هت equals 2 plus ال i و 2 minus ال i. اللي بعديها لما نيجي نحلها سيزر
هنا 2x تايمز الايه الاكس a باي a يديني 5 والسم يديني 6 السم بتاع الدياجونالز عندي 1 تايمز 5 لو خلينا هنا ال1 وهنا ال5 يبقى الدياجونال ده 10 وكده 1 11 ولو خلينا هنا 5 وهنا 1 كده يبقى 5 وكده يبقى 2 يبقى 7 يبقى ما تجيش معايا حتى بالايه بالسيزر يبقى نعرف الايه والبي والسي الايه عندي ب2 البي عندي ب6 والسي عندي بكام ب5 x1 وx2 نيجاتيف بي بوزيتيف نيجاتيف روت بي سكويرد ماينس 4 اي سي ديفايد ال 2 اي اللي هتيكولز معانا نيجاتيف بي يعني نيجاتيف 6 بوزيتيف نيجاتيف روت بي سكويرد يعني 36 ماينس 4 تايمز الاي عندي ب 2 تايمز السي عندي ب 5 ديفايد 2 اي يعني ديفايد 4 اللي هتيكولز عندي هنا 4 نيجاتيف ال 6 بوزيتيف نيجاتيف روت هنا 2 تايمز 5 يديني 10 تايمز 4 40 36 ماينس ال 40 دي نيجاتيف ال 4 اللي هي هتيكوالز معانا نيجاتيف 6 بوزيتيف نيجاتيف 2i ديفايدد ال 4 ناخد ال 2 كومن يبقى عندي ماينس 3 بوزيتيف نيجاتيف i ديفايدد ال 4 ده يديني 1 ده يديني 2 يبقى هتيكوالز معانا نيجاتيف 3 ديفايدد 2 الكلام ده بوزيتيف نيجاتيف 1 اوفر 2ai يعني السوليوشن سيت ايكوالز معايا نيجاتيف 3 ديفايدد 2 بلس 1 اوفر 2i ونيجاتيف 3 ديفايدد 2 ماينس 1 اوفر 2i يلا نشوف اللي بعد كده يقول لي فايند الفاليو اوف اكس اند واي ذات ساتسفايز ايتش اوف ذا فولوينج ايكويشنز المسائل اللي زي دي بنساوي الريل بارت مع الريل بارت والايماجيني مع الايماجيني طيب انا عندي هنا يبقى اكس بلس واي اي هت ايكوالز ده اديشن عادي خالص يبقى 3 بلس 2i كلام ده بلس ال2 ماينس الاي يعني الx بلس yi ايكوالز معانا 3 بلس 2 يديني 5 2i ماينس الاي باي بلس الايه الاي بعناية على طول هنلاحظ ان الx ايكوالز 5 والy ايكوالز 1 يبقى زين x عندي ايكوالز 5 والy ايكوالز ايه 1 يلا هنا x بلس y i نفك ده الفيرست سكويرد ب 4 ماينس توايس الفيرست تايمز السكند 2 تايمز 2 يديني 4 تايمز 3 يديني 12 يبقى 12 i الكلام ده هيبقى بلس 9 i سكويرد يبقى انا عندي الx بلس ال y i هي ايكوالز هنا هيبقى 4 ماينس 12 i ماينس 9 4 ماينس 9 بنيجاتيف 5 يبقى الx بلس y i هي ايكوالز معايا ماينس ال 5 ماينس 12 i يبقى زين الx عندي هت equals negative 5 والy هت equals معانا negative 12 مسألة اللي بعد كده نفك البراكت ده يبقى أنا عندي 3x minus 2yi هي equals معايا ال first squared 25 عندي twice the first times second 2 times 5 يديني 10 times 2 يديني 20 يبقى negative 20i كلام ده plus 4i squared يبقى ال 3x minus 2yi هي equals معايا 25 minus 20i الكلام ده minus 4 يبقى 3x minus 2yi هي equals معانا 21 minus 20i بعنينا نلاحظ ان الريل بارت اللي هو 3x هي equals 21 يبقى زين 3x equals 21 يعني الx هي equals معانا 21 divided 3 اللي هي كام اللي هي 7 وعندي هنا negative 2y equals negative 20 يعني ال y equals negative 20 divided negative 2 which is ال 1 يلا اللي بعدين نبص بعينينا ادي الريل بارت وادي الايماجينري بارت الريل بارت equals 7 والايماجينري equals 10 يبقى على طول هقول 2x minus 3 equals 7 والايكويجن الثانيه 3y plus 1 equals 10 نودي النيجاتيف 3 الناحيه الثانيه بوزيتيف 3 يبقى ال 2x equals ال 7 بلس 3 يعني ال 2x equals 10 يبقى ال x equals كام 10 divided to which is ال 5 يلا هنا هيبقى 3y equals 10 minus 1 يعني 3y equals 9 يبقى ال y equals 9 divided 3 which is 3 يبقى ال x ب 5 وال y ب 3 مسألة اللي بعديها واضح ان الريل بارت ب 5 والايماجينري بارت ب 1 ليه ب 1 عشان انا عندي هنا اي بس الكوفيشنت بتاعها 1 يبقى انا عندي هنا 2x ماينس الواي ايكوالز كام ايكوالز 5
الايكويشن الثانيه x minus 2y equals كام equals 1. نحل 2 equations مع بعض، اخلي دي كده 2y ونعمل subtraction، يبقى هعمل الايكويشنز دي تايمز 2. يبقى انا عندي هنا 4x minus 2y equals كام equals 10، خلي دي 1 ودي زي ما هي x minus 2y equals 1، دي كده ايه، دي كده 2. subtract 2 from 1 يبقى انا عندي هنا 4x minus 2y equals 10، وعندي هنا x minus 2y equals كام equals 1. نغير الساينز، ده كده راح مع ده كده، يبقى انا عندي 3x equals 9، يبقى ال x عندي هت equals 9 divided 3 اللي هي كام، اللي هي 3. نعوض في equation 2 at equation 2 ال x عندي ب 3، يبقى 3 minus 2y equals 1، يعني negative 2y equals 1 minus 3 negative 2، يبقى زين ال y equals 1. يبقى ال x عندي ب 3 وال y عندي بكام؟ ب 1. المسألة اللي بعد كده، ناخد بالنا ان ال imaginary part لازم يتجمع في براكت لوحده، ازاي؟ أنا عندي هنا 3x minus ال 2y ده ال real part، نعملها كده 3x minus ال ايه؟ ال 2y. طب بالنسبة لل imaginary نعمل ايه؟ نعمل كده plus i وال open bracket ونلم اللي موجود، عندي هنا xi ناخد ال x، عندي هنا plus y ناخد ايه؟ بلس واي، لو كان عندي هنا نيجاتيف واي يبقى نيجاتيف اي واي، لو كان هنا نيجاتيف اكس يبقى هنا نيجاتيف اي اكس، الكلام ده ايكوالز كام؟ ايكوالز 5. يبقى واضح جدا ان الريل بارت هيكوالز 5، طيب الاكس بلس واي هتيكوال 0 عشان ما عنديش هنا اي. يبقى انا عندي ال 3x ماينس 2y ايكوالز كام؟ ايكوالز 5، والناحيه الثانيه اكس بلس الواي ايكوالز كام؟ ايكوالز 0. من هنا يبقى الاكس عندي هتيكوالز نيجاتيف واي، نخلي دي 1 ونخلي دي 2 فروم 2 ان 1. يبقى انا عندي نيجاتيف 3y ماينس 2y ايكوالز كام ايكوالز 5، يعني نيجاتيف 5y ايكوالز 5، يعني الواي هت ايكوالز معايا نيجاتيف ايه؟ نيجاتيف 1 فروم 2، يبقى الاكس عندي هت ايكوالز ايه؟ هت ايكوالز 1. المساله اللي بعد كده، المساله عندي متقسمه، ادي الريل بارت وادي الايماجينري بارت معمول لوحده قدامه براكت، يبقى اقدر اقول ان x بلس الواي ايكوالز 4. طب الاكس سكويرد ماينس الواي سكويرد هتيكوالز ايه؟ ما عنديش ريل بارت، يبقى هتيكوالز 0. يبقى دي اول ايكويشن. الايكويشن الثانيه عندي الاكس بلس الواي ايكوالز كام؟ ايكوالز 4. وعندي ده ديفرنس بتوين تو سكويرز نقدر نفكه، يبقى اكس ماينس الواي تايمز اكس بلس الواي ايكوالز ايه؟ ايكوالز 0. ده معناه ان الاكس ماينس الواي ايكوالز 0 اور الاكس بلس الواي ايكوالز 0، وانا عندي اصلا الاكس بلس الواي ايكوالز 4، يبقى دي كده ريجكتد. يبقى انا عندي تو ايكويشنز بتوعي، ان الاكس ماينس الواي ايكوالز 0 والاكس بلس الواي ايكوالز ايكوالز 4. هنا الاكس عندي هت ايكوالز الواي، ناخد الاكس ايكوالز واي نعوض بيها هنا، ناخد مثلا الواي مكان الاكس، يبقى الواي بلس الواي ايكوالز 4، يعني ال 2y ايكوالز 4، ده معناه ان الواي ايكوالز كام؟ 4 ديفايدد 2 اللي هي 2، والاكس عندي ايكوالز الواي، يبقى زين الاكس برضه هت ايكوالز كام؟ هت ايكوالز 2. Exercise 8 بيقول لي find the values of x and y that satisfies each of the following equations. نبص عندي equation، عندي left hand side وعندي right hand side. left hand side عايز يتظبط لان عندي divided complex، يبقى لازم اعمل times في conjugate. يبقى الاول نظبط ال left hand side، يبقى انا عندي ال left hand side اللي هو 10 divided 2 plus ال i، نعمل له times 2 minus ال i divided 2 minus ال i اللي هو هيديني هنا الفيرست سكويرد بلس السكند سكويرد اللي هي 4 بلس ال 1، وعندي هنا 10 تايمز 2 ماينس الاي اللي هي هت ايكوالز هنا 10 تايمز 2 ماينس اي، وعندي هنا 5، ده يديني 1 ده يديني 2، نرجع نوزع ال 2 تديني 4 ماينس 2 ايه 2 اي. يبقى دلوقتي ممكن اقول زين ال 4 ماينس 2 اي هت ايكوالز معانا اكس بلس واي اي، ده معناه ان الاكس عندي هت ايكوالز ال 4 والواي عندي هت ايكوالز نيجاتيف ال 2. المساله اللي بعديها نفس الكلام، عندي ايكويشن بس لازم نظبط الليفت هاند سايد، ناخده نشتغل عليه لوحده. يبقى انا عندي الليفت هاند سايد هي ايكوالز معانا 6 ماينس 4 اي ديفايدد 1 ماينس اي، نعمل تايمز 1 بلس اي 1 بلس الاي، وهنا عندي 1 بلس الاي، الكلام ده هي ايكوالز معانا تحت هيديني الفيرست سكويرد بلس السكند سكويرد، يعني 1 بلس 1 يديني 2، 6 تايمز 1 يديني 6، 6 تايمز 6 اي يبقى بلس
6i عندي هنا نيجاتيف 4i تايمز ال 1 يبقى نيجاتيف 4i الكلام ده هيبقى ماينس 4i سكويرد اللي هي هنا هيبقى 6 بلس 2i بلس مين بلس ال 4 اللي هي هتديني 10 بلس 2i ديفايدد ال 2 ناخد ال 2 كومون يبقى انا عندي هنا 5 بلس الاي ديفايدد 2 ده يروح مع ده تديني 5 بلس مين بلس الاي الكلام ده بيكوالز ايه الكلام ده بيكوالز اكس بلس واي اي لما نيجي نبص بعينينا نلاقي زين الاكس عندي هتيكوالز ال5 والواي عندي هتيكوالز ال1 المساله اللي بعديها نفس الكلام هنشتغل على الليفت هاند سايد الليفت هاند سايد عندي هنا لما نيجي نبص فوق نلاقي النمبر والكونجكت يبقى الفيرست سكويرد بلس السكند سكويرد يعني 4 بلس ال1 وعندي هنا 3 بلس ال4i نعمل برضو تايمز الكونجكت بتاع ده يبقى 3 ماينس 4i ديفايدد 3 ماينس ال4i اللي هي هتيكوالز هنا الفيرست سكويرد ب 9 بلس ال16 وعندي ده ب 5 يبقى 5 تايمز 3 ماينس ال4i ده كده ب 25 ده يديني 1 ده يديني كده كام يديني 5 يبقى هتيكوالز معانا 3 ديفايدد ال5 ماينس 4 ديفايدد ال5i الكلام ده لو بيكوالز مين x بلس اي واي يبقى زين على طول الاكس هتيكوالز معانا 3 اوفر ال5 والواي هتيكوالز معانا نيجاتيف 4 اوفر ال5 يلا المساله اللي بعد كده مديني الاكس والواي وقول لي بروف ان هما الاثنين تو كونجكت نمبرز يبقى هنعمل سمبليفيكيشن للاكس والواي والمسائل دي بتبقى مضمونه لان انا متاكد ان ده لازم يطلع كونجكت لده يلا نعمل سمبليفيكيشن للاكس الاكس عندي هتيكوالز 13 هنا عندي 5 ماينس الاي هيبقى تايمز 5 بلس الاي ديفايدد 5 بلس الاي اللي هي هتيكوالز هنا 25 بلس ال1 وعندي فوق 13 هنا عندي 5 بلس الاي تحت هيدي لي 26 يبقى انا عندي 13 تايمز 5 بلس الاي ديفايدد 26 ده يديني 1 ده يديني 2 اللي هتيكوالز معايا 5 ديفايدد 2 بلس 1 اوفر 2 اي يلا نشوف الواي الواي عندي هتيكوالز هنا عندي 3 بلس 2 اي ديفايدد 1 بلس الاي هيبقى تايمز 1 ماينس الاي ديفايدد 1 ماينس الاي اللي هي هتيكوالز فيرست سكوير بلس سكند سكوير يديني 2 وعندي هنا 3 تايمز 1 يديني 3 هيبقى ماينس 3 اي الكلام ده بلس 2 اي ماينس 2 اي سكوير اللي هي هتيكوالز عندي هنا هيبقى 3 ماينس الاي الكلام ده بلس ال2 اللي هي هتيكوالز معانا 3 بلس 2 يديني 5 يبقى 5 ماينس الاي ديفايدد ال2 اللي هي 5 ديفايدد 2 الكلام ده ماينس 1 اوفر 2i يبقى على طول زين الx اند الy ار 2 كونجكت نمبرز المساله اللي بعد كده مديني ايكويشن بيقول لي بروف ذات ان الاي سكويرد بلس البي سكويرد ايكوالز 1 يبقى معنى كده لازم احل واجيب الاي واجيب البي وانا عندي الرايت هاند سايد لازم يتظبط يبقى نظبطه الاول ونعمل تايمز باي الكونجكت فوق وتحت يبقى انا عندي الرايت هاند سايد هيكوالز معانا 2 بلس الاي ديفايدد 2 ماينس الاي الكلام ده تايمز عندي هنا 2 بلس الاي وعندي هنا 2 بلس الاي الاي تحت هيديني 4 بلس ال1 وعندي فوق هيديني هيبقى 4 بلس 2i الكلام ده بلس 2i بلس i سكويرد اللي هو هيكوالز معانا هنا عندي 5 وعندي هنا 4 ماينس ال1 ب 3 يبقى 3 بلس ال4i يبقى ال a بلس البي i هيكوالز معانا 3 اوفر ال5 الكلام ده بلس 4 over 5a i يبقى زين ال a عندي ب 3 over ال 5 وال b عندي ب 4 over ال 5 هو بيقول لي بروف ان ال a squared plus b squared equals 1 يبقى نجيب ال a squared وال b squared ال a squared plus ال b squared equals معانا 3 over ال 5 squared تبقى 9 over 25
4 over 5 squared اللي هي 16 over 25 ده هيديني 25 وهنا 25 اللي هي هتيكوال زي معانا الايه ال1 وهو ده الايه المطلوب. طيب يلا نشوف مع بعضينا مسائل اللي تشوز. يقول لي تشوز ذا كوركت انسر فروم ذوز جيفن. اول حاجه ذا كونجكت اوف ذا نمبر ده از ايه. ناخد بالنا الكونجكت بنغير الساين بتاعت الايماجينري بارت. اوعى حد يقول لي 3 اي بلس 4 انت كده غيرت الريل بارت. يبقى لما اغير الايماجينري واحتفظ بالساين دي يبقى نيجاتيف 3 اي ماينس 4. اللي بعديها ذا اديتيف انفرس اوف ذا كومبلكس نمبر ده از ايه. الاديتيف انفرس ده النمبر اللي هعمل له اديشن مع ده يديني 0. يبقى لازم اغير الساين بتاعت الريل بارت والايماجينري بارت اللي هي هتبقى نيجاتيف 4 بلس 7 اي. يلا نشوف اللي بعد كده. عايزين الصم بتاع ده. طيب انا عندي 1 بلس اي الاي سكويرد بنيجاتيف 1 الاي باور 3 بنيجاتيف اي والاي باور 4 ب 1. طيب ده كده يروح مع مين؟ مع ده كده وال1 يروح مع نيجاتيف 1 يبقى كام؟ يبقى عندي 1. المساله اللي بعد كده عندي هنا ايكويشن عايزين الاي بلس البي. هنساوي الريل بالريل والايماجينري بالايماجينري. يبقى انا عندي ال 4 بي ايكوالز 12. يبقى انا عندي البي هتيكوالز معانا 12 ديفايدد ال 4 اللي هي كام؟ اللي هي 3. طيب وبالنسبه للايماجينري انا عندي هنا ال 3 اي ايكوالز نيجاتيف 27 وال 3 اي ايكوالز نيجاتيف 27. يبقى زين الاي ايكوالز نيجاتيف 27 ديفايدد ال 3 اللي هي نيجاتيف ايه؟ نيجاتيف 9. يلا الاي بلس البي هات ايكوالز نيجاتيف 9 بلس 3 ويتش از نيجاتيف 6. اللي بعديها بيقول لي الكونجكت للنمبر نيجاتيف 8 از ايه. النيجاتيف 8 ده ريل بارت واحنا قلنا ان الريل الكونجكت بتاعه زيه بالظبط اللي هو كام؟ نيجاتيف 8. طب ليه؟ لان ده عباره عن نيجاتيف ال 8 بلس 0 اي. طب والكونجكت بتاعه نيجاتيف 8 ماينس ال 0 اي. هي هي سواء كان ده او ده الاثنين بنيجاتيف 8. نمبر 6 بيقول لي which of the following is an imaginary number. يعني لازم يكون في الاي طبعا الباي ده ريل وكذلك روت 5. طيب عندي روت نيجاتيف 5 والاي سكوير. الاي سكوير ده عندي بكام؟ بنيجاتيف 1 يعني ريل. امال مين يبقى imaginary؟ روت النيجاتيف 5. اللي بعديها يلا نعمل سيمبليفيكيشن للتو تيرمز دول. يبقى انا عندي هنا 5 اي باور 4 بلس 3 الكلام ده بلس 4 اي باور نيجاتيف 1 تايمز اي باور 4. اي باور 4 يعني 1 يبقى انا ما غيرتش في الترم حاجه. الكلام ده هي ايكوالز هيبقى 5 اي باور 4 تايمز اي باور 3. الكلام ده هيبقى بلس 4 هيبقى اي باور كام؟ اي باور 3. ده عندي ب 1 يبقى هتيكوالز معايا 5 اي باور 3 بلس 4 اي باور 3 اللي هي 9 اي باور 3 واي باور 3 ليها نيجاتيف اي يبقى هيديني نيجاتيف 9 اي اي. اللي بعديها نعمل سمبليفيكيشن للاي باور 4 واي باور 7. يبقى انا عندي هنا 1 بلس اي باور 4 ب 1 الكلام ده هيبقى تايمز 1 ماينس اي باور 7 اللي هي اي باور 3 اللي هي هتديني الاتي 1 بلس 1 يديني 2. وعندي هنا 1 ماينس اي باور 3 الاي باور 3 نيجاتيف اي وعندي نيجاتيف بره تبقى بوزيتيف تبقى 1 بلس مين؟ بلس الاي اللي هي ايكوالز 2 بلس 2 اي وده بيكوالز اكس بلس واي اي. ده معناه ان الاكس عندي ايكوالز 2 والواي ايكوالز 2 هو عايز اكس بلس الواي يعني 2 بلس ال2 تديني كام؟ تديني 4. المساله اللي بعد كده بيقول لي عندي x و y real numbers وال x plus y i equals ده عايز ال x plus ال y. الاول نعمل simplification لل right hand side. ال right hand side عندي هي equals i power 43 اللي هي i power 40 plus 3 الكلام ده plus 3 root 4 i squared اللي هت equals i power 40 times i power 3 plus 3 هيطلع من هنا 2i 2 تايم 3 اديني 6 يبقى بلس 6 ايه 6 اي. ده كده ب 1 يبقى هت ايكوالز الاي باور 3 بنيجاتيف اي يبقى نيجاتيف اي بلس 6 اي اللي هي 5 اي. تمام يبقى كده احنا كل الرايت هاند سايد بايه ب 5 اي يعني الاكس بلس الواي اي
equals ايه 5i. ده معناه ان الاكس equals 0 والواي عندي equals كام equals 5. يبقى اكس بلس الواي تبقى 0 بلس ال5 تديني ايه تديني 5. يلا نشوف اللي بعد كده. بيقول لي discover the error، يعني في عندي غلطه حصلت في الانسر دي والمفروض احنا نكتشفها. بيقول لي find the simplest form of the expression. ده عندي حل وده عندي حل. تعالوا نشوف مين الحل المظبوط ومين الحل الغلط. احمد عندي لما يجي يجاوب فك البيرفكت سكوير ده للايه للتو براكتس دول وبعد كده تايمز ده، وهو لاحظ ان ده وده الاثنين كونجكت، يبقى بيديله الفيرست سكوير بلس السكند سكوير لحد هنا مظبوط، وده تايمز ده كده تمام. ده يديني 13 تايمز ده، بعد كده 13 تايمز 2 يديني 26 بلس 39 اي. حل جميل مفيش فيه اي مشاكل. طيب نيجي نشوف هنا ده فك البراكت ده ازاي. فك هنا الفيرست سكويرد بلس السكند سكويرد ونس الميدل تير اللي هو ايه اللي هو توايس تايمز الفيرست تايمز الايه السكند. يبقى which of the two answers is correct؟ يبقى احمد the answer is correct as كريم missed the middle term of 2 plus 3i power 2 expansion. الاكسبانشن بتاع البرفكت سكوير ده كريم نسي الميدل تيرم. تعالوا مع بعضينا نشوف مجموعه من المسائل المهمه واللي شبيهه جدا بالمسائل اللي بتيجي في الامتحان. بيقول لي تشوز ذا كوركت انسر فروم ذوز جيفن. بيقول لي اف ال وام ار ذا تو روتس اوف ا كوادراتيك ايكويشنز اكس سكويرد بلس 1 ايكوالز 0 زين الروت الاولاني باور 2018 بلس الروت الثاني باور 2018 ايكوالز كام. نحل الايكويشن عادي خالص ونطلع التو روتس اللي هم ال والام. انا عندي اكس سكويرد بلس ال1 ايكوالز 0، ده معناه ان الاكس سكويرد ايكوالز نيجاتيف 1، يعني الاكس بس هت ايكوالز بوزيتيف نيجاتيف روت النيجاتيف 1 اللي هي بوزيتيف نيجاتيف الايه الاي. يبقى انا عندي ال ال هي ايكوالز الاي والام هي ايكوالز نيجاتيف الايه الاي. هو عايز الفاليو دي، يبقى زين ال باور 2018 بلس الام باور 2018 ايكوالز معنا اي باور 2018 الكلام ده بلس نيجاتيف اي باور 2018. طيب انا عندي النيجاتيف دي عليها ايفن باور، يبقى النيجاتيف دي هتتحول لبوزيتيف، يبقى ايكوالز كده اي باور 2018 بلس اي باور 2018 اللي هي 2 تايمز الاي باور 2018. طيب يلا بقى نعمل سمبليفيكيشن للباور. احنا عارفين ان النمبر بيكون ديفيزبل باي الفور لما يكون اول تو ديجيتس عندي في تيبل 4. هنا كام؟ هنا عندي 18 اقرب حاجه ليها 16، يبقى ده عندي هيكوالز كده هيكوالز 2 باور اي هنا 2016 بلس مين بلس 2. وطبعا لو عملناها كالكوليتر هيدينا الديسمال فراكشن 0.5 اللي هي هتيكوالز معانا 2 تايمز اي باور 2016 الكلام ده تايمز اي باور كام باور 2 طبعا دي ب 1 يبقى ايكوالز معانا 2 تايمز اي باور 2 والاي باور 2 بنيجاتيف 1 تنهي معايا المساله على نيجاتيف الايه نيجاتيف 2. المساله اللي بعديها 1 بلس اي باور 2020. احنا عارفين القاعده بتاعتنا اللي بتقول ان 1 بوزيتيف نيجاتيف اي باور 2 ان دي بتيكوالز positive negative 2i power كام power n. يبقى زين عندي هنا 1 plus i power 2020 equals معايا هنا positive يبقى عندي 2i مش negative 2i. الباور هنا نعمله division by 2 يبقى يديني 1010 اللي هي هتيكوالز معانا 2 power 1010 كلام ده times i power 1010 i power 1010 اقرب حاجة للتن عندي ال 8 يبقى دي هتيكوالز معايا كده 2 باور 1010 تايمز اي باور 1008 بلس مين بلس 2 1008 دي ديفيزبل باي الايه باي 4 الكلام ده هيكوالز معانا الاتش
هيبقى 2 باور 1010 تايمز الاي باور 1008 كلام ده تايمز اي باور كام باور 2 طبعا ده هيديني 1 هتيكوالز معانا 2 باور 1010 تايمز كام اي باور 2 الاي باور 2 بنيجاتيف 1 يبقى هتيكوالز معانا نيجاتيف 2 باور 1010 نيجي نبص هنا نلاقي مفيش الايه الفاليو دي طب انا عندي هنا 2 باور ايه 1010 مستحيل تكون دي عشان في نيجاتيف ساين فرقه معايا ومستحيل تكون دي اوكي وعندي هنا اي باور 2020 برضه مستحيل تكون دي يبقى لازم تكون ايه دي يلا نتاكد بس هنا انا عندي 1 ماينس الاي باور 2020 اللي هي نيجاتيف 2i باور 1010 طبعا عندي نيجاتيف ساين وعليها ايفن باور يبقى هت ايكوالز 2i باور 1010 اللي هي ايه اللي هي دي يبقى التشويس يلا اللي بعديها يقول لي ايه الفاليو دي equals x plus yi يبقى الاوردر دي بير x وy equals a يلا نفك دي هنا 1 minus i divided 1 plus i باور كام باور 100 ممكن اوزع الباور هنا وايه وهنا يبقى equals معايا كده 1 minus i باور 100 divided 1 plus i باور ايه باور 100 يبقى دي هتديني كده هنا نيجاتيف 2i باور 50 وعندي هنا بوزيتيف 2i باور كام باور 50 دي اللي هت ايكوالز 2i باور 50 وعندي هنا 2i باور كام باور 50 طبعا دي راحت مع دي تديني كام تديني 1 يبقى انا عندي الx بلس yi ايكوالز معانا ال1 ده معناه ان الx عندي ايكوالز 1 والواي عندي ايكوالز ايه 0 يبقى الاوردر دي بير 1 و 0 المساله اللي بعد كده بيقول لي ذا كونجكت اوف ذا نمبر ده از ايه النمبر ده الاول احطه في السمبلست فور انا عندي 2 بلس الاي باور نيجاتيف 1 ده هيكوالز معانا 1 ديفايدد 2 بلس الاي نعمل تايمز الكونجكت هنا 2 ماينس الاي ديفايدد 2 ماينس الاي اللي هي هتيكوالز الفيرست سكويرد ب 4 بلس مين بلس ال 1 وعندي فوق هيبقى 2 ماينس الاي اللي هي هت ايكوالز 2 ماينس الاي ديفايدد ايه ديفايدد 5 اللي هي هت ايكوالز معانا 2 ديفايدد 5 ماينس 1 ديفايدد 5 ايه اي هو بيسالني على الكونجكت بتاعه يبقى ذا كونجكت از هيبقى 2 بلس الاي ديفايدد 5 اللي هو 2 divided 5 plus 1 over 5 a i يجي نبص فوق اللي هي اللي هي دي اللي بعديها يقول لي which of the following considered factorization of the expression x squared plus 4 من قبل ما نشتغل احنا ممكن نحلها انا عندي x squared plus 4 هت equals اولا احنا عايزين نخليها difference between two squares يبقى نخلي ال 4 عبارة عن negative negative 4 يعني كده x squared minus negative a negative 4 يبقى لو قلنا x squared minus negative 4 equals 0 ممكن نحلها difference between two squares اللي هي ازاي يبقى then x عندي minus root negative 4 اللي هي ايه اللي هي 2i يبقى x minus 2i times x plus الـ a الـ 2i هل هي موجودة هنا فعلا choice دي مسألة اللي بعد كده يقول لي to find the real value of each of x و y it is sufficient to have عشان نجيب x و y في equation فيها complex number عندي real part وعندي imaginary part لازم اضمن ان ما يطلعش two variable في ايه يا اما في الreal part لوحديهم يا اما في الimaginary لوحديهم يعني مثلا ناخد بيه الاول انا عندي اللي choice بيه بيقول لي ايه الreal part اهو equals 7 يبقى عندي اول equation هنا هاخدها من هنا 2x بلس الواي ايكوالز 7 والناحيه الثانيه عندي الايماجيني زي الايماجيني فانا عندي من التشويس بي عندي ايكويشن واحده في تو فاريبلز يبقى ده ما ينفعش خالص مش هينفع احلها امال لو عندي هنا هنا الريل بارت ايكوالز 3 يبقى انا عندي في التشويس ايه عندي اكس بلس ال2 ايكوالز كام ب3 دي اول ايكويشن ومن الناحيه الثانيه عندي ال4 واي
equal زي كام؟ negative 4. يبقى أنا عندي two separate equations. يبقى فعلا it is sufficient to have the condition ده عشان أقدر أجيب الإكس والواي. وهنا بيقول لي A و B together. طبعا لا طبعا الA بس. ودي بيقول nothing of the previous. لا يبقى احنا choice A. choice A ليه؟ علشان قدرت أطلع two separate equations أقدر أحلهم وأجيب الإكس والواي. مثلا اللي بعديها بيقول لي the smallest positive integer which makes الفاليو دي equals 1. الفاليو دي عشان تيكوالز 1 لازم النيوميريتور يكوالز الدينومينيتور اللي احنا خدناه من شويه. لما احنا قلنا اي بوزيتيف باور لل1 بلس اي ديفايدد 1 ماينس اي او العكس لازم يديني 1. بس لان ليها كونديشن. هو انا عندي الاصل في القانون كان بيكوالز ايه؟ ان انا عندي 1 بوزيتيف نيجاتيف الاي باور 2 ان كان بيكوالز معانا بوزيتيف نيجاتيف 2 اي باور كام؟ باور ان. طيب ناخد بالنا لو انا عندي الباور ده ب 2 اللي هي كده هيبقى 1 بوزيتيف نيجاتيف اي باور كام؟ باور 2. ده هيديني كام؟ هيديني بوزيتيف نيجاتيف 2 اي باور 1. يعني يا اما هيديني 2 اي على حسب لو دي بوزيتيف او هيديني نيجاتيف 2 اي لو دي ايه؟ لو دي نيجاتيف. يبقى هيديني قيمتين مش زي بعض، واحده بوزيتيف وواحده نيجاتيف. يبقى انا عايز اضمن ان يكون ده عليه باور 2 اللي هو اقل باور ايفن اللي هيخلي النيجاتيف ساين دي بوزيتيف، اللي هو بيبقى ايه بقى؟ اللي هو كده 1 بوزيتيف نيجاتيف اي باور 4. دي تديني كام؟ بوزيتيف نيجاتيف 2 اي باور 2. في هذه الحاله يا اما هتديني 2 اي باور 2 يا اما هتديني نيجاتيف 2 اي باور برضو 2. وفي كده الحالتين الاثنين زي بعض عشان النيجاتيف ده هيروح عشان الباور هنا عندي ايه؟ 2. يبقى اللي سمولست بوزيتيف انتجر اللي يخلي الكوانتيتي دي ب 1 او اللي يخلي اللي فوق زي اللي تحت يروحوا مع بعض لازم الان يكون بفوق. نمبر 8 بيقول لي اف اي وبي وسي ودي ار 4 بوزيتيف كونسيكيوتيف انتجرز زين اي باور اي بلس اي باور بي بلس اي باور سي بلس اي باور دي ايكوال زي. هنا هو عايز يعرفني على نتيجه السميشن او الاديشن بتاع الفور كوانتيتيز للاي اللي ليهم باورز جايه ورا بعض. نحل المساله دي ازاي؟ ممكن نفرض فاليوز للاي للاي والبي والسي والدي. نقول مثلا كده let a equals 0 والبي equals 1 والسي equals 2 والدي عندي equals كام؟ equals 3. يبقى زين اي باور 0 بلس اي باور 1 بلس اي باور 2 بلس اي باور 3 هت equals الاتي. اي حاجه باور 0 ب 1، وعندي هنا الاي باور 1 اللي هي باي، وعندي الاي سكويرد بنيجاتيف 1 والاي باور 3 بنيجاتيف اي. نلاحظ ان ال1 يروح مع النيجاتيف 1 والاي تروح مع النيجاتيف اي تديني كام؟ تديني 0. طب يلا عشان نتاكد اكتر ناخد مثلا اي باور بلاش ناخد 4 مثلا، ناخد مثلا نبدا من ال6 اي باور 6 بلس اي باور 7 بلس اي باور 8 بلس اي باور 9 ايكوالز الاتش. الاي باور 6 اللي هي اي باور 2 والاي باور 7 اللي هي اي باور 3 والاي باور 8 اللي هي اي باور 4 والاي باور 9 اللي هي الاي. نلاقي ان هي بتدينا مين؟ نفس الفاليوز دي. طب ازاي انا عندي هنا اي باور 0 وهنا اي باور 4 ما هما زي بعض؟ ده ب 1 وده ب ايه؟ وده ب 1 يديني برضو ايه؟ برضو 0. طب ده بيحصل ليه؟ عشان في عندي روتيشن للاي. احنا لما جينا خدناها قبل كده وعملنا في البلين كده قلنا ايه؟ قلنا ان ده عندي ال1 وهنا اي وهنا نيجاتيف 1 وهنا نيجاتيف الايه؟ نيجاتيف الاي. لما كنا بنعملها بالكومبلكس نمبر كان عندي ده اللي هو اي باور 0 وده اي باور 1 وده اي باور 2 وده كان اي باور كام؟ باور 3. ممكن يلف تاني يبقى اي باور 4 وهنا اي باور 5 وهنا اي باور 6 وهنا اي باور 7. كل دول زي بعض، الفاليوز دي زي بعضها ودي زي بعضها ودي زي بعضها. لو جينا كررنا يبقى اي باور 8 وهنا اي باور 9 اي باور 10 اي باور 11. كل دول زي بعض ودول زي بعض ودول ايه؟ زي بعض. اوكي المسألة دي جميلة. يبقى أنا عندي السم لفور بوزيتيف كونسيكيوتيف انتجرز للاي يديني إيه؟ يديني زيرو. يلا المسألة اللي بعد كده عايز نتيجة السم من أول الاي باور 1 لحد الاي باور 100. طب إحنا عارفين إن كل أربعة منهم بيدوني كام؟ بيدوني زيرو. طب من أول ال1 لحد ال100 هل مالتيبل أوف 4 يعني عدد الترمز دي كلها
مالتيبل اوف 4 بالفعل مالتيبل اوف 4 يعني كل اربعه منهم هيدوني 0 يبقى لازم الانسر تكون ايه تكون 0 يلا اللي بعديها هنا عايز الانسر بتاعه المالتيبليكيشن لكل الترمز دي لحد ايه 1 باور 100 يلا نشوف اول 4 هيدوني كام انا عندي هنا 1 بلس الاي تايمز 1 بلس اي سكويرد تايمز 1 بلس اي باور 3 تايمز 1 بلس اي باور 4 اللي هي هت ايكوالز 1 بلس اي زي ما هي التاني هيبقى 1 بوزيتيف اي سكويرد اللي هي ماينس ايه ماينس 1 ولحد كده اقف ليه ظهر عندي ده كده هيديني 0 يعني معنى كده عندي مجموعه مالتيبليكيشن لفاكتورز كتيره جدا ما بينهم 0 يبقى لازم الانسر تكون ايه 0 يلا اللي بعديها نمبر 11 بيقول لي if i باور m equals i باور n then which of the following is always correct بيقول لي always ناخد بالنا يقول ليش a may be هنا عندي بيقول لي لازم يكون ال m equals ال n ناخد بالنا من دي قوي هو انا لما يكون عندي i باور m equals i باور n ده لازم واكيد ان فعلا ال m equals ال n بس ناخد بالنا في حاجه مشكلتنا مع ال i ان الباورز بتاعت ال i لما بيحصل لها روتيشن بتتساوى at certain values يعني بص هنا كده انا قايل لكم هنا ايه ان ال i باور 2 بت equals ال i باور 6 بت equals ال i باور 10 هل في هذه الحاله ال 2 equals ال 6 لا طبعا يبقى مش شرط دايما لما يكون ال i باور m equals ال i باور n ان ال m equals ال n ليه لان لو ال m ازيد من ال n بمالتيبل اوف 4 هيتساوى برضه يبقى الكونديشن ده ما ينفعش طيب نيجي نشوف اللي بعد كده لو الاي باور ام ايكوالز اي باور ان هل لازم الام بلس الان تكون ايفن نمبر هو امتى يكون الصم بتاع تو انتجرز ايفن لما يكون عندي الام والان هما الاثنين يكونوا ايفن او الام والان هما الاثنين يكونوا ايه يكونوا اود لكن لو واحد ايفن وواحد اود ما ينفعش ابدا يكون الصم بتاعهم ايفن فهو هنا بيقول لي لو الاي باور ام ايكوالز اي باور ان ده لازم دايما يكون الصم بتاع الاثنين دول يكونوا ايه يكونوا ايفن فتعال نجرب لو انا عندي الاي باور ام مثلا باي باور 2 هت ايكوالز معايا اي باور كام اي باور 6 يبقى الصم بتاع 2 و 6 يديني كام يديني 8 يبقى ايفن طيب الاي عندي باور 3 بت ايكوالز الاي باور 7 يبقى الصم بتاع الاثنين دول برضو ايفن يبقى فعلا ضروري لو الاثنين دول تساووا ده يستدعي فعلا ان الام بلس الان يكونوا ايفن نمبر يبقى ده عندي كوركت طيب اللي بعد كده بيقول لي ان الفرق ما بين التو باورز لازم يكون مالتيبل اوف 4 وده فعلا متحقق يلا نبص كده على الرسمه انا عندي هنا الاي باور 7 والاي باور 3 الاثنين زي بعض 7 ماينس 3 يديني 4 ده اول مالتيبل اوف 4 هنا اي باور 11 هي هي بت ايكوالز اي باور 3 11 ماينس 3 يديني 8 ده برضه مالتيبل اوف 4 نيجي هنا 10 ماينس 2 يديني 8 مالتيبل اوف 4 9 ماينس 5 يديني 4 مالتيبل اوف 4 يبقى فعلا برضه لازم يكون الديفرنس ما بين الاثنين وبعض مالتيبل اوف ايه اوف 4 يبقى لما نيجي نجاوب على السؤال بتاعنا نختار 2 و 3 اللي هي التشويس سي نمبر 12 بيقول لي اف ايه ليس ذان بي ليس ذان 0 ليس ذان سي هوير A و B و C are real numbers نفهم من هنا ايه نفهم من هنا ان ال A وال B اقل من ال 0 يعني ال A نيجاتيف وال B نيجاتيف نمبر وال C عندي بوزيتيف نمبر وبيقول لي ان عندك equation ده equals ده عايز ال B C طيب ناخد بالك انا عندي هنا بيقول لي root ال B times ال C minus ال A كلام ده plus root A B بي ايكوالز معايا 2 بلس 3 اي وانا عندي الاي والبي الاثنين نيجاتيف يعني الاي عندي نيجاتيف والبي نيجاتيف طب نيجاتيف تايمز نيجاتيف يبقى معنى كده ان كل ده ايه كل ده بوزيتيف يبقى روت وتحتيه بوزيتيف فاليو يبقى ده الريل بارت ولا الايماجينري بارت لا ده الريل بارت يبقى انا متاكد دلوقتي ان ده هيكوالز معايا لكام ال2 طيب يلا بص هنا انا عندي السي جريتر ذان الاي السي بوزيتيف والاي نيجاتيف يبقى لما اقول سي ماينس الاي ده يديني ايه ده يديني بوزيتيف فاليو وانا عندي البي نيجاتيف فاليو يبقى النيجاتيف تايمز البوزيتيف يبقى انا متاكد ان اللي تحت الروت ده كله نيجاتيف فاليو
يبقى لازم ده اللي هيديني الايماجينري بارت كله اللي هو 3 اي. يبقى انا من تحليلي كده عرفنا ايه؟ عرفنا ان روت اي بي لازم هيكوالز معايا ال2، وعرفنا ان روت البي تايمز سي ماينس الاي لازم هيكوالز معايا ال3 اي. يلا نعمل سكويرنج للبوس سايدز هنا وهنا. لما اعمل سكويرنج للبوس سايدز يبقى انا عندي الاي بي ايكوالز كام؟ ايكوالز 4، وعندي هنا هيبقى البي تايمز سي ماينس الاي هي ايكوالز 3 اي سكويرد اللي هي 9 تايمز اي سكويرد اللي هي نيجاتيف ايه؟ نيجاتيف 9. طيب يلا نفك كده، يبقى انا عندي البي سي ماينس البي اي ايكوالز كام؟ نيجاتيف 9، وعندي هنا الاي بي ايكوالز كام؟ ايكوالز 4. اخد الاي بي ب 4 احطها هنا، يبقى انا عندي البي سي ماينس ال 4 ايكوالز نيجاتيف 9، يعني البي سي عندي هت ايكوالز نيجاتيف 9 بلس ال 4 اللي هي نيجاتيف ايه؟ نيجاتيف 5. يلا نشوف اللي بعديها. بيقول لي which of the following is true؟ مديني مجموعه من الكومبلكس نمبرز وعامل ما بينهم كومبارزون، بيقارن ما بينهم مين الجريتر ومين السمولر. احنا خدنا في الدرس بتاعنا ما ينفعش اقارن ما بين الكومبلكس نمبرز خالص. عندي صوره تانية اسمها البولر فورم، مش موجوده معانا السنه دي. في البولر فورم بنحدد حاجه اسمها الماجنيتيود بتاع الكومبلكس نمبر، ممكن يعتبر عندي مؤشر للماجنيتيود بتاعه، اوكي؟ ولكن هنا مفيش عندي اي مؤشر يخليني اعرف مين الجريتر ومين السمولر، وبالتالي هنقول nothing of the previous. problem 14 بيقول لي if 7i equals الاي، الكلام ده find the values of the two real numbers x y which satisfy the previous equation. طبعا ال right hand side لازم اخده اشتغل عليه. انا عندي ال right hand side equals معايا x plus 3i الكلام ده times y minus i الكلام ده minus 9 اللي هو هيكوالز معناه الاتي. هنا x تايمز y، هنا نعمل x تايمز نيجاتيف الاي تبقى نيجاتيف اكس اي، وعندي 3i تايمز الواي تبقى بوزيتيف 3 yi، وعندي 3i تايمز نيجاتيف اي تبقى نيجاتيف 3i سكويرد اللي هي بوزيتيف 3 ماينس الايه؟ ال 9. 3 ماينس ال 9 بنيجاتيف 6، وعندي اكس واي ده ريل، يبقى انا عندي اكس واي ماينس ال 6. عندي بقى هنا نيجاتيف اكس تايمز الاي وبلس 3 واي تايمز الاي. لما يكون عندي مجموعه تيرمز كتيره وفيها اي وعايز اضمهم في براكت لوحده، اول حاجه اعملها اقول بره كده بلس الاي ونفتح براكت، وناخد بالنا بقول بلس الاي ما باخدش نيجاتيف اي، واللي بقى في التيرم نحط جوه. يبقى انا عندي هنا ماينس الاكس وعندي هنا بلس 3 واي. ودايما بنعمل الحركه دي في مسائل الكومبلكس نمبر لما يكون عندي مجموعه كبيره من الايماجينري بارت وعايز اعملهم اديشن، اخد بوزيتيف اي بره اولويز بوزيتيف وما اخدش نيجاتيف خالص عشان بعد كده احط اللي متبقي من الترم عندي جوه. طيب الكلام ده عندي بيكوالز ايه؟ الكلام ده عندي بيكوالز 7i. ده معناه ان الجزء ده لازم هيكوالز معايا الايه؟ ال 7. طب وده هيكوالز 0 عشان ما عنديش ريل بارت. يبقى انا عندي الاكس واي ماينس ال 6 ايكوالز 0، يبقى انا عندي الاكس واي ايكوالز ال 6، يبقى الاكس عندي هنا هت ايكوالز ال 6 ديفايدد الايه؟ الواي. طب الناحيه الثانيه انا عندي النيجاتيف اكس بلس 3 واي ايكوالز ال 7، وانا عندي من هنا الاكس ب 6 اوفر واي، يبقى نيجاتيف ال 6 اوفر الواي بلس 3 واي ايكوالز كام؟ ايكوالز 7. نملتبلاي الايكويشن كلها باي واي عشان نخليها بولونوميال، يبقى انا عندي هنا نيجاتيف 6 هيبقى بلس 3y سكوير هت ايكوالز ال 7a 7y. نجيب دي هنا، يبقى انا عندي 3y سكوير ماينس 7y ماينس ال 6 ايكوالز كام؟ ايكوالز 0. نحلها سيزر، يبقى انا عندي 3y تايمز الواي والساينز واحده نيجاتيف وواحده بوزيتيف، ايه باي ايه اديني 6 والايه والديفرنس بتوين الدياجونالز 7. طالما ديفرنس يبقى لازم حاجه تقلع عن ال 7، ان انا هعمل ماينس يديني 7، يبقى يا اما 1 تايمز 6 يا اما 2 تايمز 3. 2 تايمز 3 يبقى انا هطلع ال 9 عشان لما اعمل لها ماينس ال 2 تديني 7. بنحط هنا نيجاتيف ساين وهنا البوزيتيف ساين، يبقى ده براكت وده انذر ايه براكت، يبقى ده هيديني هنا 3 واي بلس 2 تايمز واي ماينس 3 ايكوالز كام؟ ايكوالز 0. يبقى انا عندي يا اما 3 واي بلس 2 ايكوالز 0 اور واي ماينس 3 ايكوالز 0، واللي من هنا
y equals ايه 3. ولو جينا عوضنا في الx يبقى انا عندي زين هنا الx هت equals 6 divided 3 which is 2. يبقى اول 2 values عندي الx ب 2 والy بكام؟ ب 3. طب وهنا 3y equals negative 2 يعني الy عندي equals negative 2 over 3. وبالتبعية عندي الx هت equals ال 6 divided y عندي division يبقى كني بقول 6 times نشقلب ده 3 over negative 2 يبقى هت equals ال 18 over negative 2 اللي هي negative ايه؟ negative 9. يبقى اما ده سوليوشن يا اما السوليوشن الثاني الx عندي بنيجاتيف 9 والy بنيجاتيف 2 اوفر 3. المثال اللي بعد كده مديني الx والy ومديني ايكويشن بيقول لي بروف ان الفاليوز دي ايكوالز 1. طبعا لازم اطلع الa والb. يبقى في الاول هنحط الx والy في السمبلست فورم. يلا نجيب الx. الx عندي بيكوالز ايه 2 بلس الi ديفايدد ال2 ماينس الi نعمل تايمز الكونجكت اللي هو 2 بلس الi ديفايدد 2 بلس مين بلس الi اللي هي هت equals هنا ال first squared plus ال second squared اللي هي 4 plus 1 وعندي فوق 2 times 2 يديني 4 هيبقى plus 2i plus another 2i الكلام ده plus ال i squared اللي هي هت equals عندي هنا 5 وعندي هنا 4 minus 1 يديني 3 وعندي هيبقى plus 4 ال ايه ال 4i. اوكي طيب بالنسبة لل y ال y عندي هت equals الاتي هنا 2 بلس الاي وعندي هنا 2 بلس 3i هيبقى تايمز 2 ماينس الاي وهنا 2 ماينس الاي اللي هي هنا هيبقى عندي برضو 4 بلس 1 اللي هي 5 2 تايمز 2 يديني 4 2 تايمز نيجاتيف اي نيجاتيف 2i الكلام ده بوزيتيف 6i ماينس 3i سكوير اللي هي ايكوالز هنا 4 هنا يبقى بلس 3 يديني 7 وعندي هنا هيبقى بلس 4a 4i. طيب الايكويشن بتاعتي 2x minus y equals الكلام ده يبقى انا عندي هنا زين نجيب الاول 2x minus y هت equals معانا هيبقى 2 times الx عندي ب 3 بلس 4i divided 5 الكلام ده minus y اللي هي 7 بلس 4i divided 5 عندي الدينوميتور عندي ب 5 زي ما هو 2 تايمز 3 اديني 6 2 تايمز 4i تبقى بلس 8i والنيجاتيف ساين تغير هنا وهنا يبقى ماينس 7 ماينس 4i اللي هي هتدينا هنا عندي 6 ماينس 7 نيجاتيف 1 وعندي 8i ماينس 4i بوزيتيف 4i. اوكي تاني معايا المسألة على نيجاتيف 1 اوفر ال 5 بلس 4 اوفر ال 5 ايه؟ اي. طيب بيقول لي الكلام ده بيكوالز ايه؟ الكلام ده بيكوالز اي بلس بي اي. يعني ده كده هيكوالز اي بلس البي اي. يبقى واضح جدا ان الاي عندي بنيجاتيف 1 اوفر ال 5 والبي عندي ب 4 اوفر ال 5. ايه المطلوب مننا؟ مطلوب نبروف ذات 9 اي سكويرد بلس بي سكويرد ايكوالز 1. يبقى نجيب الفاليو بتاعت زين 9a squared plus b squared that equals 9 a squared بكام؟ negative 1 divided 5 squared اللي هي 1 over 25 الكلام ده هيبقى بلس ال b عندي 4 over 25 السكويرنج بتاعها 16 over 25 اللي هي ده يديني 9 over 25 plus 16 over 25 اللي هي 25 divided 25 which is ال a ال 1 وده المطلوب. وبكده يبقى احنا خلصنا درس الكومبلكس نمبر. درس من الدروس المهمه جدا جدا جدا. مستمر معاك السنتين اللي جايين. لازم تاكدوا على فهم الدرس ده كويس جدا وتضمنوا ان مفيش لخبطه في اي جزئيه من الجزئيات بتاعته. سواء كانت الجزئيه بتاعت السمبليفيكيشن، سواء كانت الجزئيه بتاعت مفهوم الاي، او الجزئيه بتاعت الكونجكت عشان زي ما انتم شايفين بتتكرر كتير. يعني كل مساله اتحلت في الاكسرسايز لازم تكونوا مطمئنين ان الفكرة بتاعتها واضحة ومفيش فيها اي مشاكل عشان لو جات لكم تاني تعرفوا تحلوها. يا رب تكونوا فهمتوا الدرس كويس وبالتوفيق لكم ان شاء الله.